مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل وموضوع صحه المراه وبعض العوامل التي تؤثر عليها والتغيرات الهرمونيه التي تحدث بالمراحل العمريه المختلفه بحياه المراه، ما هي تلك المراحل؟ ما هي الهرمونات التي تغير في نفسيه المراه وشخصيه المراه وفي اداء المراه؟ ماذا يحدث من خلل في النظام الهرموني بجسم المرأة وهذا يعكس بعض المشاكل الصحية لها هذا أحبائي ما سوف نحاول تغطيته في هذا اللقاء مع الأستاذة الدكتورة رجاء إسكاروس استشاري طب العائلة بكاليفورنيا أهلا وسهلا بك أهلا بك أخت ميرفت أنا بشكركم على دعوتكم الجميلة دي وأتشرف كثير أن أنا أكون مع الكرمة في الاستوديو هنا مع حضرتك النهارده ان شاء الله ربنا يدينا وقت جميل نقدر نساعد اعزائنا المشاهدين وكل الناس الحلوين الغاليين اللي بيشاهدوا الكارما النهارده امين يا دكتوره مره تاني بنرحب بيكي موضوع مهم قوي كتير من المشاكل اللي بتعترض حياه المراه اليوميه بسبب بعض الاضطرابات او الخلل اللي بيحدث في الهرمونات وما اكثرها بمراحلها العمريه المختلفه طبعا بداية من الطفولة وصولا إلى سن الأمل أو سن اليأس كما هو متعارف عليه طبعا مرورا بمرحلة البلوغ والإخصاب والإنجاب والحمل والرضاعة هنسمع من حضرتك كتير حتى فعلا كل تساؤل عند حبايبنا المشاهدين يلاقي إجابة بنعمة المسيح مرة تانية أهلا وسهلا بيك شكرا أحبائي سعداء جدا أن احنا فعلا نتواصل معكم من خلال الشاشة حتى نسمع كل ما لديكم من استشارات طبيه في هذا الشأن صحة المرأة ولكن قبل الدخول لعيادة أمراض النساء والولادة تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمة امين فانت يسوعي ماسك يدي في الضعف انت معايا في القوه انت معايا في الحزن انت معايا في الفرح انت معايا انت مصدر كل إولية. حتى لو كنت بجتاز في وقت في ضعف ومرض واعياء انت عندك لمسات كلها شفاء امين يكون ده لسان حالك النهارده وانت يمكن بتفكري في موضوع يهمك ويهم صحتك لازم تعرفي المصدر للقوة والصحة والشفاء هو شخص الرب يسوع وعيونك الثابتة عليه دكتورة أهلا بيكي. أهلا بيكي أهلا بيكي فعلا دكتورة عايزين النهاردة نتعرف عارفين أنه في تأثير كبير للهرمونات على المرأة في مراحل عمرية مختلفة لكن عايزين نعرف إيه هي المشاكل الصحية اللي بتتعرض ليها اثناء مراحل عمريه مختلفه زي ما قلنا بتبدا من مرحله الطفوله حتى سن الامل او سن الياس كما هو متعارف عليه. اتفضلي. <applause> طبعا يا اخت ميرفت المراحل العمريه المختلفه للمراه بتؤثر في المراه في في اختلاف اعمار الحياه يعني نقدر نقول من الطفوله من سن الرضاعه وبعدين من سن البلوغ وبعدين من وقت الاخصاب او سنين الاخصاب والحمل وبعدين الى سن البريمونيبوز او ما قبل سن اليأس وبعدين سن اليأس وبعدين تأثيرات الهرمونات المختلفة اثناء كل مراحل الحياة ازاي بتؤثر على حياة المرأة في الكتاب في ايوب بيقول مولود المرأة قليل الايام وشبعان تعب. المرأة بقى شبعانة تعب أكثر حتى من الرجل والنهاردة هنشوف رحلة المرأة في الحياة وإزاي التغييرات الطبيعية الهرمونية فيها بتؤثر على صحتها وعلى سلوكها وعلى تصرفاتها إثناء مراحل الحياة المختلفة فأتمنى مشاهدينا النهاردة تبقوا معنا لأن دي رحلة علشان تسمعوا الرحلة من أولها لآخرها أتمنى أن أنتوا تقعدوا معنا على الخط علشان تقدروا تشوفوا المراحل المختلفه اللي بتجوز فيها المراه وهنبتدي بمرحله يعني طبعا اثناء حياه المراه لو قلنا بصفه عامه في نوعين من الهرمونات اكثر حاجه بتؤثر على حياه المراه تقريبا في كل السنين والهرمونين الاثنين المهمين جدا اللي هم الاستروجين والبروجسترون فنقدر في ناس يقولوا لا طب ما ده من ساعه البلوغ بس لكن لو رحنا حتى للبيبيز ولو شفنا في السلايد بتاعه البيبيز يمكن قبل ما نروح للسلايد بتاعه البيبيز ممكن نتكلم يعني باختصار كده على الجهاز التناسلي للمراه وزي ما احنا شايفين في سلايد 2 دوت اللي كان على الشاشه يعني شايفين الرحم وفي تو فالوبيان تيوبز او القنوات الانابيب وبعدين في المبايض الاثنين وبعدين تحت الرحم في المهبل فده الجهاز التناسلي للمراه واكثر حاجه مهمه في الجهاز ده طبعا المبايض اللي هي بتخرج منها الهرمونات ديت فاللي بيأثر على المراه في غدد الغده النخاميه في المخ والهايبوثالاموس دول حاجتين في البرين بتفرز هرمونات علشان تشغل المبايض وتخلي المبايض تفرز الاستروجين والبروجسترون لكن لو احنا رحنا لاول سلايد اللي هو دوت اتكلمنا عن الهرمونات هنروح لنمره ثلاثة اللي في الانفانسي او في فتره الرضاعه في ناس تقول طب ما ده لسه ما فيش هرمونات لكن كتير قوي خصوصا مع البيبي البنات الانفانت البنات الاستروجين بيتواصل من الام لغايه البيبي عند الولاده وبيوصل بعض الهرمونات الاستروجينيه تدخل في البيبي ساعه الولاده بيكون البيبي دوت البريست بتاع البيبي big البيت بيج little البيت تنتر يعني بيتوجع موجوع وكمان كبير شويه في الحجم بسبب الهرمونات ديت لكن بالتدريج الهرمونات دي بتمشي من الجسم والبيبي بيروح لحياته الطبيعيه وبيرجع شكل الصدر بيبقى نورمال مره تاني. لو رحنا لحياه البلوغ ودي تاني مرحله بس استوفي حضرتك في الجزئيه دي أنه لفتي النظر الام انه من يعني شكل الثدي عند البيبي البنت وهي مولوده بيبقى منتفخ بعض الشيء وده نتيجة وجود الهرمون وبانتهاء وجود الهرمون في الجسم بيرجع الشكل الطبيعي فما طبيعي. آه. لما بنشوف منظر سدي البيبي آه. منتفخ شوية في عند الولادة او ممكن لما يجي يشيلوا البيبي لو داسوا على مكان السدي هيمدحها شوية م -م. آه لانه بيكون منتفخ شوية بسبب وجود هرمون الاستروجين عند الولادة م -م. آه تاني مرحلة مهمة جدا بعد كده الب... البنت بتكبر في حياه الطفوله وده بيبقى يعني عادي وحياه عاديه وحلوه لغايه سن البلوغ وسن البلوغ المتوسط العمر لسن البلوغ تقريبا سن 12 لكن في ناس بيبتدوا سن البلوغ بدري عند سن 9 انا اعرف ناس بيجي لهم الدوره من سن 8 و9 وفي ناس بتتاخر الدوره شويه لغايه سن 16 و18 وده يستيل ويزن نورمال يعني اتس فاريشن او اختلافات ما زالت يعني مقبوله يعني حاجه ما تخوفش لكن طبعا ليها تاثيرات في المستقبل وهنقول ده لما نوصل لاخر الكلام بتاعنا النهارده لكن الناس اللي بيجيلهم لهم period او الدوره الشهريه بدري في الحياه بتبتدي الاوفيوليشن او عمليه التبويض تبتدي وده بيسبب هرمونات الاستروجين تبتدي في الجسم والبروجسترون والبنت تبتدي, تبتدي توصل سن البلوغ ده باي اتسلف او في حد ذاته يسبب احتمالات مش عاوز اخوف اخواتي المشاهدين لكن احتمالات الكانسر بتزيد لما البلوغ او بيكون مبكر. وقت البلوغ بيكون مبكر ولما سن الياس بيبقى متاخر لان ده بيعرض المراه لفتره اطول من الزمن لهذه الهرمونات اللي وجودها ممكن تسبب الكانسر بس مش معناها كل واحد بيبتدي بدري عايزين نقول ما هيش لكن ده العلم بيقول كده ما القاعده العامه في ناس بيكون عندها البلوغ مبكر من سن تسع سنين ما بتتعرضش لكده في ناس انقطاع الطمس بيبقى متاخر يعني بيوصل الناس بتبقى سنها كبير ولسه عندها دوره شهريه مش مش عايزين نقول ده مش مش خط عريض ده معناه كده لكن لا العلم بيقول انه فعلا اكثر الناس عرضه للاصابه بالاورام السرطانيه نقول في الرحم او المبيض او ما يخص الجهاز التناسلي هو ال البلوغ المبكر وده يعني هيقودني لسؤال تاني معلش يا دكتوره قبل ما نسيب الجزئيه دي ده بالنسبه للبلوغ المبكر طيب براي حضرتك تاخر البلوغ اسبابه ايه حضرتك قلتي لو حتى وصل لسن 16 سنه احنا مش يعني مش هنتشغل علشان نقول ايه ايه سبب ازاي المرأة الصغيرة أو الـ 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 الفتاة, الـ الفتاة بتوصل لحياة البلوغ عند سن معين بتبتدي تيجي إشارات من المخ من الغدة النخامية ومن الهايبوثالامس بتتبعت هرمونات من المخ للمبيض تقول له اشتغل 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 لغاية ما المبايض تكبر والليتل ايجز او البويضات اللي فيها تبتدي تبقى ستيوليتد انها تفرز الاستروجين والبروجسترون لما الهرمونات دي تبتدي تتفرز من المبيض يبتدي تجهز الرحم هي الفكره كلها الاشارات المخيه بتيجي علشان تجهز الرحم لاحتمال حدوث حمل علشان المراه او الفتاه الصغيره دي تبقى مخصبه وقادره على الاخصاب وعلى الانتاج في وعلى المستقبل وعلى الانجاب بالظبط فلما بيحصل كده بتبتدي الـ الـ البنت انت كنت سالتي سؤال آه اللي هو تاخر اللي. سن البلوغ لدى سن تأخر سن البلوغ. الفتاه ده بيكون سببه يا اما في البيتيوتري جلاند او الهايبوثالاموس اللي هي الغده النخاميه في المخ موجوده في المخ ما يعني. بعتتش اشارات بدري بس دي مش حاجه تخوف قوي لاني مه. يعني غير لو قعدت مثلا اقدر اقول بعد 17 سنه 18 سنه نبتدي نقلق لاني مش مفروض تتاخر كده لكن لاني يعني. هو النورمال مفروض 12 مه. يعني وناس كتير قوي بيبقوا 14 15 مه. لكن 17 و18 ده متاخر كتير شويه لكن بتبقى تاخير في الافرازات الهرمونيه بتاعه المخ اللي هي الاشارات اللي بتوصل للمبايض علشان تخليها تنضج <applause> وطبعا العلامه الوحيده للبلوغ في المراه هو بدايه الدوره الشهريه. نعم. ودي هتوصلنا للسلايد نمره خمسه عشان نشوف ايه هي الدوره الشهريه دي وازاي بتحصل. <applause> الدوره الشهريه لو جبنا سلايد نمره خمسه a monthly cycle او دوره شهريه بتحصل فيها شيدنج او أو يعني نزول الغشاء المبطن للرحم مع دم كل شهر بتحصل مرة، ليه بيحصل كده وإزاي بيحصل كده؟ <applause> إيه لما الهرمونات بتاعة المخ اللي إحنا قلنا عليها توصل للمبايض علشان تخلي الأوفيوليشن أو التبويض يحصل بتطلع بويضة صغيرة. إيه أول ما البويضة دي بتاخد تقريبا 15 يوم وأي فتاة صغيرة أو إمرأة مخصبة الدوره بتاعتها بتيجي تقريبا بعد 14 يوم من ارسال هذه الهرمونات من المخ للمبيض فلما تخرج البويضه بيحصل هرمون تاني اسمه البروجسترون يبتدي يتكون من الغلاف اللي كان مغلف لهذه البويضه بعد ما خروج البويضه البويضه زي ما احنا شايفين هنا ده الجهاز التناسلي البويضه دي لو قابلت سبرم بيحصل اخصاب لو البويضه دي ما لقيتش سبرم في سكتها بتعيش البويضه دي تقريبا لمده 24 ساعه ماكسيمم من 12 ل 24 ساعه لو ما قابلتش سبرم خلاص ما بيحصلش اخصاب لكن لو لقيت سبرم البويضه المخصبه اللي هي ملقحه ممكن تقعد لفتره لغايه 6 ل 12 يوم قبل ما يحصل امبلانتيشن او غرس في الجدار بتاع الرحم علشان يتكون الجنين الدوره دي الطبيعي بتيجي كل 21 يوم ل 35 يوم بتختلف من واحده لاخرى بس الاثنين نورمال يعني لما واحده تقول انا بيجيلي الدوره او المنستروال بيريد كل 21 يوم ده نورمال ده نورمال ليها ممكن واحده تانية بتيجي كل 35 يوم برده ده نورمال ليها الأفريج او المتوسط بيبقى من 21 ل 28 بس ساعات بتبقى 35 وستيل تعتبر نورمال يعني عايزين نقول الدكتورة لا. او ناكد على كده انه اضطراب الدوره ما نقدرش نسميه اضطراب الدوره اذا هو في الحيز ده في حيز النورمال من 28 ل 35 او ل 36 يوم ده ما, يعني ما فيش انزعاج فيه بالظبط طيب بالظبط انت دكتور احس انه ده لا في اضطراب في الدوره هل لو اتاخرت عن كده بالنسبه للبنت بالذات بالنسبه للبنت هو مده الدورة نفسها بتبقى من يومين لسبعة أيام برضو. وده نورمال وده نورمال. في ناس يومين. في ناس ثلاثة. في ناس أربعة. في ناس سبعة أيام. ده ستيل نورمال. في ناس بيجي لهم الدورة كل شهر بالظبط وفي ناس ساعات بيسكيب أو بيفوتوا شهر كل ثلاث أربعة شهور. وده النورمال بتاعهم من أول ما ابتدت الدورة. وده برضو يعتبر نورمال ليهم. النورمال وال... اللي هو الطبيعي الطبيعي بتاع المرأة يعني لكن لما ما يحصلش اوفيوليشن او ما يحصلش تبويض ده تبقى فيه مشكلة هنا المشكلة هنا المشكلة لما بيحصلش تبويض لمدة طويلة يعني ممكن كمان في الحالة الطبيعية بعض ال اليونج وومن او المرأة الصغيرة ساعات كتير قوي يحصل بيسموها ان اوفيولاتري سايكل يعني يعني دورة شهرية من غير تبويض بس دي ما تحصلش على طول لكن لو بتحصل على طول تسبب عدم اخصاب وعدم القدره على الانجاب وتسبب مشكله اسمحي لي يا دكتوره تقصدي حضرتك ايه بدوره يعني هل تيجي من غير, غير تبويض ايه الفرق بينها ما بين الدوره اللي بتيجي بتبويض هل بتنزل في ميعاد مش ميعادها هل بتنزل بكميه مش طبيعيه لما ما يحصلش خروج بويضه في واحده من الدوره الشهريه ممكن يكون كمية الدم أقل وممكن ما تكونش فيها أوجاع جامدة قوي لأني ما حصلش فيها تبويض البويضة يوجوالي جوه قالت زي كيس كده وجواها البويضة البويضة بتطلع وبيقعد الكيس دوت ساعات الكيس دوت ما يتفتحش فالبويضة ما تطلع وتظل في داخل المبيض وما تطلعش خالص ده اللي بنسميه دورة من غير فبتكون اه بتكون قليله شويه الدم وما بتكونش فيها وجع ولا حاجه آه لكن مش مشكله كبيره قوي لو حصل شهر كده او شهرين او ثلاثه لكن طول ما المراه خلال السنه في دورات فيها تبويض هتقدر تمارس حياتها الطبيعيه وتنجب وتقدر تبقى ام في المستقبل فدي مش مشكله في بعض الناس يجي لهم الدوره بالم شديد جدا جدا لدرجه ما يقدروش يبقوا غير قادرين على العمل اليوم نعم بيسموها آه متلازمة الدورة بيسموها ديسمنورية دي نعم ودي بتحصل بس برضو ده حسب طبيعة المرأة وده بالنسبة لبعض الناس ده النورمال بتاعهم ده العادي بقى ده العادي بتاعهم م. ولازم ياخدوا أدوية علشان زي أنتي إنفلاماتوري ميديكيشن زي ايبوبروفين او تايلانول او مايدول والحاجات ديت بس عشان تسكن مسكينات. اثناء. دي بالنسبه للدوره احنا كده لسه بنقول في الحاجات الطبيعيه يعني, يعني الحاج عشان نفهم ايه اللي بيحصل الدوره زي ما بيقولوها بالعربي الحيض او الدوره الحيد. الشهريه ايوه اه ودي نتيجه التغيرات الشهريه في جسم المراه اللي تجهزها لاحتمال حدوث حمل لما نروح م. للسلايد اللي بعده نمره ستة طب دكتوره يمكن عايزه قبل ما تنقل احنا قلنا على كل الطبيعي يعني ده الطبيعي بالنسبه لنزول الدوره حتى تعرضها لبعض الالم حتى ان كان الالم بيوصل لمرحله جديده ودي طبيعه يعني الجسم او طبيعه الانثى كده ان دي الطريقه اللي بتيجي بيها بنقول ما نخافش طب امتى اقدر اقول انه هنا في اضطراب في الدوره هل في حاله يمكن ده متوقف على كميه كميه الدم اللي بينزل أم انتظام يعني مواعيد نزولها هل هل كم الكم واختلاف الميعاد بتاعها هل حضرتك تقدري تقولي لا ده اضطراب ولازم البنت او السيده دي تكون بتلجا للطبيب امتى اقول لها وجوبا عليكي لا ده في شيء لما مش طبيعي لما مثلا جسد. ما يبقاش في دوره لفتره ست شهور أيوة. ولا خمس شهور تبتدي تقلق يعني ده مش طبيعي لكن لما one month او شهر ما يجيش فيه الدوره وبعد كده تيجي مثلا ثلاث اربع شهور وبعدين شهر تفوت، في ناس كتير قوي دي طبيعتهم وعايشين حياه كلها طبيعيه عادية. ما فيهاش اي مشاكل خالص. هل التأثير النفسي yeah. ليه دور يا دكتوره؟ طبعا اقدر اقول عدم الانديرستاندينج او الفهم لطبيعه yeah. الحاجات الفسيولوجيه اللي بتحضر بتحصل في داخل المرأه بيخلي الشابات الصغيرين يقلقوا. يعني yeah. يفتكروا ان فيهم حاجه غلط، لكن yeah. انا بطمن كل واحده بتتفرج علينا النهارده ان اذا كانت الدوره بتاعتك يومين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سبعه ستيل ويز النورمال، لو مره ما جاتش الدوره ما تخافيش لان في بعض الاحيان اذا يعني تحت ستريس او عوامل yeah. نفسيه ممكن الدوره ما تجيش او ممكن تبقى هيفير <تزيت> يعني ممكن تاثر عليها لا. على الهرمونات وتبقى مختلفه شويه عن الطبيعي بس ده ستيل طبيعي الناس اللي بتعمل اكسرسايز كتير ساعات بتسكيب الدوره ما بتجيش <applause> ففي عوامل تانية عادية فسيولوجية ممكن تأثر على كمية الهرمونات اللي بتحصل وبتمنع تبويض ويحصل سكيبل بيريود ده بالنسبة للدورة <applause> لا 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 كده كويس خالص <applause> اشكرك اتفضلي زي ما احنا قلنا ان اللي بيتحكم في الدوره دي الهايبوثالاموس والبيتيوتري اللي هم دول غدد الغده النكافية او النخاميه النخاميه <applause> اللي هي موجوده في المخ اللي هي أيوة. موجوده في المخ وال وهم دول اللي بيبتدوا يبعتوا اشارات للمبيض علشان يعمل البويضه وعلشان كده بتحصل الهرمونات لما المبيض ده يبتدي ينمو وينضج بيبتدي يبعت استروجين وخروج البويضه بتخلي البروجسترين يطلع وعند ما بتيجي البيريود كل الهرمونات دي بتعلى بتعلى لو شفنا معلش هتعب المخرج يجيب لي السلايد اللي هو نمره 8 كده وبعدين هنرجع تاني لنمره 6 اللي فيه زي جراف كده بيبين ازاي الهرمونات بتبتدي تعلى يعني هنا زي ما احنا شايفين هنا الاوفيوليشن في النص او التبويض في النص بالظبط في نص الصفحه في الاوفيوليشن بتحصل فبعد الاوفيوليشن بيبتدي الهرمون اللي هو البروجستيرون اللي هو تحت خالص في اخر الجراف بيزيد 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 لان ده بيفرز من حاجه اسمها الكوربس ليوتيم او ال او ال 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 السيست او ال الممبرين او يعني الحاجه اللي كان جواها المبيض هو بيبقى زي كيس كده أه. فلما بيطلع منه البويضه الكيس ده بيفرز البروجسترون وبعدين بعد اسبوعين الاثنين بيضرب فيري فاست وبينزلوا لتحت اول ما ينزلوا لتحت يحصل شيدنج في الاندوميتريوم ويحصل الدم يبتدي ينزل وبيتغير الغشاء المبطن للرحم مره كل شهر تقريبا او كل دوره لانه أه. بينزل مع الدم يعني. أه. لانه بعد ما اتجهز الغشاء دوت علشان ممكن يحصل حمل لو ما حصلش حمل البويضه بتنزل وكله بينزل معاها مره تاني للدوره اللي جايه يبتدي يتجهز تاني وكل مره كل شهر البرين بيبعت اشارات دي عشان يجهز المراه لاحتمال حدوث حمل دكتوره هل بتشوفي في اي احتمال جيني او عوامل وراثيه في شكل اذا كانت الام الدوره بتاعتها بتيجي يعني بكميه كبيره، كميه قليله، عدد الايام هل في اي ارتباط جيني ما بين البنت والام؟ نعم نعم طبعا يعني لو لو واحده الماما بتاعتها مثلا جالها الدوره الشهريه بدري في العمر تقريبا هيجي لها الدوره الشهريه بدري نعم زي مامتها ولو مامتها اتاخرت في انقطاع الدوره عند المينيبوز برضو تقريبا هي احتمالات ان الدوره تستمر معاها سنين عديده هتبقى زي مامتها وفي الحاله دي انا انصح كل واحده ان لازم تهتم تعمل ماموجرام وتعمل الباب سمير اون ريجولار بيسس علشان نمنع حدوث او نلحق لو نلاقي اي حاجه ممكن تحصل بسبب مبكرة. وجود الهرمونات لسنين عديده يعني حضرتك بتاكدي انه الحاجات دي ممكن تكون طبيعيه وتعدي لكن كمان ممكن ان احنا نحتاط وعندنا الوسيله نقدر نحتاط بيها طبعاً. وهي الفحص او الكشف الدوري يمكن بتعمل حتى مره في السنه وده متاح ومتواجد انه يعني المراه ممكن تعمله على حضرتك قلتي على الثدي وممكن اللي هي مسحه من المهبل مسحه عنق, عنق, الرحم. الرحم. عنق الرحم. فتقدر انها بتعرف هل عندها حاجه ولا لا وبتتعامل معاها مبكره وبتتلحق. يعني نعم يعني خلصنا تقريبا التبويد وكده عاوزين نروح للبي ام اس لي دي من أكثر المشاكل النفسيه والفسيولوجيه اللي بتواجه المراه في مبكر العمر في يعني في حياتها آه. يعني فالبي ام اس او هي بتسميها مشاكل فتره ما قبل الدوره او ما قبل الحيض بتزيد جدا في اخر سنين العشرينات من العمر يعني في اخر لما واحده تكون مثلا من بعد ال 25 <applause> احتمالات البي ام اس دي بتزيد وبتبقى جامده زياده وبتاثر على حياه المراه وفي الايرلي 30 في في الثلاثينات في بدايه الثلاثينات دي اكتر فتره بتبقى عنيفه لدرجه المراه فعلا بتسافر وبتتعب جدا في الايام ديت خلينا نقول ليه بيحصل البي ام اس او ايه الاعراض ايه اعراضها وهل كل الناس عرضه ليها ومين الناس اللي اكتر عرضه للاصابه او ان هم يكونوا بيحصل لهم الحدث ده 75% من السن ده بيجيله بي ام اس 75% يعني زي ما بيقولوا 3 اوت اوف 4 يعني yeah. ثلاثه من كل اربعه نعم يونج ليديز ممكن يجي لهم البي ام اس دوت بيكسبيرينس البي اس أه وبيعانوا منه أه وبيحصل زي ما قلنا في السن دا اكتر طبعا ممكن يحصل من بدري من سن ال 14 وال 15 مهم. ممكن يبقى في بي ام بس يمكن اكتر سن او اكتر شيوعا بيحصل فيه ما بين ال 25 دكتوره بس عايزين بقى توصفهن لنا يعني ايه هو ايه اعراضه أه المراه او البنت بتشعر بايه يعتقد ان التغييرات اللي بتحصل او اسبابه في الاول وبعدين هقول لك اعراضه السبب ان تغييرات في السيروتونين السيروتونين ده هرمون بيفرز في البرين في المخ نيورو ترانسميتر يعني ودوت بيتاثر مع تغيير الهرمونات في الجسم مع الدوره كل شهر بيلعب دور كبير ويتسبب في حدوث مظاهر البي ام اس لو شفنا سلايد نمبر 9 بيقولوا كمان بيزود الاعراض دي زياده الملح وشرب الخمور او الكحوليات بيأثر على كيماويات في المخ اللي هي السيريتونين دي والسيريتون دوت ده بتاع المزاج يعني اللي بي بيدسترب المزاج لما يبتدي يبقى كيميكال امبالانس فشايفين واحده اهي في السلايد قد ايه لايك فيري depressed She's having her PMS او دلوقتي عندها معاناه من الفتره اللي هي ما قبل الدوره ودي بتحصل تقريبا في اخر اسبوع قبل الدوره تختلف الاعراض والمظاهر من امراه لاخرى لكن من الاعراض الظاهره جدا القلق و اعراض سلوكيه المراه بتبتدي لو احنا بصينا في سلايد نمره نمره تن او عشره بيبقى في حاله غضب وعصبيه لا ايوه دي بالظبط بيبقى في حاله شدة عصبيه وغضب ونوبات من البكاء والانفعال والكراهيه يبقى المراه بتبقى بتنفعل لاي سبب لو حد عنده بنت صغيره او يعني بنت لسه راحت البلوغ وابتدت يجي لها البي ام اس ممكن تسبب مشاكل شهريه كل شهر قبل الدوره تحصل مشاكل في البيت، تحصل خناقات مع اخواتها. لو واحده متجوزه جديد بتحصل مشاكل مع جوزها شهريه. فلازم الميلز او الرجاله والشباب والاخوات يعرفوا ان ممكن يحصل الحاله ديت الاسبوع اللي قبل الدوره للمراه علشان يخلوا بالهم يعني يبقوا كويسين مع البنت لان ده بيبقى خارج عن ارادتها بتنفعل بتعيط بسهوله بتحاول بيقولوا السوشيال <applause> سيباريشن يعني تحاول <applause> تنعزل وتبعد عن الناس مش عاوزه تشوف حد عندها صداع عندها انجر مش قادره تركز في وجع في المفاصل يبتدي حب الشباب كمان بيظهر في وشها يطلع على وشها وصداع ووجع وامساك وانتفاخ في البطن كل ده بيحصل فيها بياثر على المراه لدرجه ما تقدرش تقوم بوظائفها اليوميه بس ده بيختلف من مراه الأخرى فلو لو بصينا في في السلايد تاني بتاع نمره 10 تشوفوا قد ايه الانجر بتاع بعض الناس اللي هم عندهم البي ام اس يعني واضح جدا جدا قد ايه بيبقى الانفعال والغضب اللي في حياتهم ف طبعا لما يحصل كده ولما بتكون شديده جدا واحنا قلنا ده بيختلف من واحده لاخرى لازم تروحي للدكتور ولازم تسالي الدكتور تاخدي ايه لاني لازم تاخدي حاجه تهديكي علشان تقدر زي ما بيقولوا تكوب وذ او تتعاملي مع اخواتك ومع الماما والبابا ومع جوزك ومعيالك من غير ما تفقدي اعصابك ولازم تقدري يعني ممكن في ناس بتترد من الشغل لأني في الفتره دي بيكون بيكون عندها تحت ستريس واضطراب نفسي وتوتر نفسي, نفسي جامد بيبقى مش اسهل مش احلى حاجه لا في البيت ولا في الشغل ولا في المدرسه ولا في الجامعه لانه بعض الولاد بيعانوا بنفس الطريقه حتى في الدراسه اثناء المذاكره التعامل مع المدرسين انا مبسوطه ان حضرتك تقولي الكلام ده حتى يعني تنوهي الحاجه ربما المجتمع اللي بيتعامل مع البنت او مع المراه في في المرحله ديت مش بيدرك ان هي واقعه تحت ضغط نفسي او من نتيجه الالم اللي بتمر بيه فكويس انه الاهل الاخوات المدرسين كدا. يستوعبوا كده في التعامل مع البنات بالذات في سن ثانوي وفي السن اللي هي ممكن تكون عرضه لكده إن طبعا يعني رؤساء العمل مش عارفه أقول لهم إيه، لكن على الأقل يعني يجب إنه يكون في وعي بقدر كافي حتى نقدر نتعامل بشكل سليم أو سوي مع أشخاص هم بيمروا بضغوط خارجه عن إرادتهم. أشكرك عشان يعني شاورتي على كده. تعيشي لا دي فتره مهمه جدا جدا وبعدين بيحسوا إن المرأه بعد الفتره دي ولما تبتدي الدوره الشهريه تيجي بتتغير تبقى إنسانه تانيه وتبقى كويسه تاني. وتبقى يعني مسالمه زي ما كانت قبل كده. آه بعد البي ام اس دي من الحاجات اللي بتواجه المراه، احنا قلنا سن البلوغ والتغيرات الهرمونيه، قلنا البي ام اس اللي هو فتره ما قبل الدوره وقد ايه بتاثر على المراه وبتسبب مشاكل كتير للمراه. آه نيجي لو حصل حمل بقى. <applause> يعني لو حصل حمل بيحصل ايه؟ فلو حصل حمل إيه لو جبنا اسمحيلي يا دكتوره قبل موضوع الحمل حضرتك قلتي ما قبل بمعنى ما قبل الدوره ما قبل الدوره، معنى انه هذه الاعراض بتنتهي في اول يوم نزول الدوره، بتختفي تدريجيا اول او ثاني يوم يعني بتختفي يا. يا. يا اول أه. او ثاني يوم بيبقى في فيه تحسين جامد قوي وهدوء وبتقدر تنام وبتقدر تريل تريلاكس وب... يعني الدنيا بتتغير خالص يعني وبتقدر تفوكس وتركز و... فدي دي دي حاجه مهمه جدا وتؤثر على 75% من البنات واليونج ليديز والستات في كل العالم فخلوا بالكم دي فيري فيري يعني. <applause> yeah. uh, لو لو رحنا للحمل ايه اللي يحصل بقى لو حصل ان البويضه طلعت من المبيض وبعد كده قبلت سبرم uh, وبعد كده اتكونت البيضه المخصبه البيضه المخصبه دي بتاخد تقريبا من 6 لغايه 12 يوم على ما تبقى امبلانتد او تتغرس في داخل جدار الرحم من الداخل الغشاء المبطن للرحم علشان تكون الجنين. فاول ما يتكون الجنين ده بتبتدي تلتصق هذه البويضه المخصبه بجدار الرحم وتكون حاجه اسمها كوريونيك فيلاي او المشيمه تبتدي تتكون المشيمة. اللي هي بيتغذى من خلالها والمشيمه الجنين. دي بتفرز هرمون مهم جدا ليه تاثير <applause> كتير قوي على حياه المراه اللي هي بتبتدي الحمل اسمه الكوريونيك جونادوتروفين او اتش سي جي وده الهرمون اللي لما بنعمل بريجنسي تيست بيبين ان البريجنسي تيست دي بوزيتيف علشان في الهرمون دوت ابتدى يفرز That's. معناه ان البويضه المخصبه اوريدي امبلانتد او اتغرست في الجدار المبطن للرحم وابتدت تفرز الـ الـ الهرمون دوت لان الهرمون ده يعني ما بيجيش من حته تاني بس بيجي من المشيمه <applause> فبيبين الحمل بس الهرمون دوت بيتزايد ويتضاعف كل يومين يعني الكميه بتاعته في الدم بتتضاعف كل يومين كل يومين بيزيد لمده سبعين يوم 10 ويكس اسمحيلي يا دكتوره يمكن استوقفك في الحته دي يمكن حضرتك قلتي انه هذا الهرمون مؤشر للحمل ولما بيتعمل اختبار الحمل بيظهر في الوقت ده انه المراه حامل بالزبط. بعد قد ايه؟ بعد, بعد كام اسبوع؟ بعد قد ايه من الحمل؟ احنا قلنا ان البويضه المخصبه بعد لقاء البويضه بالحيوان المنوي واخصبت البويضه بتاخد من 6 ل 12 يوم علشان تنغرس في جدار المبطن للرحم وده بعديها على طول اول ما بتتغرز بعديها بيومين بيبتدي يسهر الهرمون دوت في الجسم بيتزايد يتزايد يتزايد يعني, يتزاين 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 يعني, يعني اقول ممكن انه انه الحمل بيتعرف بعد قد ايه امتى يتعمل اختبار الحمل ويتعرف ان الام حامل المفهوم العام يعني سبع ايام أيوة بعد آه بعد لما الدوره ما بتجيش يعني يعني لو واحده يعني الواحده هتعرف امتى يعني امتى هتعرف انها بريجننت لما يبقى تمس وان لا او يعني إيه الدوره ما تجيش فبعديها بسبعة ايام بنقدر نشوف ده في في البول لكن في الدم بيبقى بدري قوي في الدم ايفن قبل ما تنقطع الدوره ممكن نعرف اذا المراه حامل ولا لا ممكن يبان <applause> لاني يعني يعني هو تقريبا الاوفيوليشن بيحصل في نص البيريد في نص السايكل او في نص الدوره فالاوفيوليشن حصل هنا فبعد 12 يوم يعني تقريبا على اخر الشهر بيكون البويضه دي امبلانتد او دخلت في جدار الرحم وبعدين يبتدي افراز الهرمون ال اتش سي جي او هيومان كوريونيك جونادوتروفين لما يوصل لأعلى نسبة عند سبعين يوم الهرمونات دي بتوصل وهو الهرمون دوت اللي بيسبب على كل المشاكل اللي بتحصل في الحمل في بداية الحمل. زي الغمامان والقيء والدوخة والتعب الزيادة الفتيج و... تكرار التبول يعني أه. اول ما الواحدة بتبقى حامل تحس عاوزة تروح على الحمام كتير لان البلادر بتبقى very sensitive يعني او حساسة زيادة او شوية بول فيها تبقى عاوزة تروح على الحمام على طول فزي ما احنا شايفين في نمرة 11 كده ازاي عندنا اتنين حوامل هنا واحدة قاعدة جنب التويلت علشان طول الوقت بتستفرغ والتانية ماسكة بطنها بسبب ان هي started to be pregnant ده طبعا الـ 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 يعني بعد ثلاث شهور او بعد 70 يوم ده المشيمه بتكون كبرت كفايه وبعدين بيبقى فيه الاستروجين بيزيد بتفرز الاستروجين والبروجسترون بيقعدوا يكملوا فلما بتزيد كميه الهرمونات دي في الدم المراه الحامل بتبقى شويه ستيبل يعني اتظبطت شويه لان في الهرمونات ابتدت تبقى ستيبل في جسمها بعد 70 يوم او بعد ثلاث شهور فالقيء بيقل شويه وبتقدر تمارس حياتها الكوي يعني الطبيعيه آه لكن الكلام اللي بنقوله ده بيختلف من واحده لثانيه في ناس بيبقوا حوامل ومش بتجيلهم الحكايه دي او بيبقى عندهم تولرنس او قدره على الاحتمال فما بيتعبوش يعني في واحده قوه احتمالها قليل قوي فما بتقدرش تستحمل الهرمونات دي في جسمها ويبقى الاعراض دي ظاهره جدا وزياده جدا إيه لو رحنا للسلايد نمبر 12 فدي اعراض الحمل بيبقى عدم مجيء الدوره الشهريه وبعد كده زياده عدد مرات التبول زي ما قلنا والتعب السريع والدوخه لو وقفت كتير بتدوخ وبيبقى الام ووجع في الثدي وغممان وقيء لو رحنا لسلايد نمبر 13 علشان احنا عاوزين نخلص ده عشان ندي فرصه للاسئله وللدسكشن بقيه الهرمونات بتاعه الحمل يعني اثناء الحمل قلنا الهيومان كوريونيك كونادوتروفين ده اول هرمون او اتش سي جي دوت اللي بيأثر على حياه المراه وبعد كده في الاستروجين ودوت الهرمونات اللي بتزيد 100 مره اثناء الحمل عن الوقت الطبيعي يعني احنا قلنا اثناء ما بتيجي الدوره الشهريه في البويضه بتفرز استروجين وبيعلى بيعلى بيعلى وبعدين بيجي البروجستيرون وبعدين بوس اوف بيدراب بيضرب وبتيجي الدوره اللي بعديها. لكن الاستروجين بقى في اثناء الحمل بيزيد مية ضعف 100 ضعف آه وده بيزود الفاجنال ديشارج او الافرازات الهلاميه من المهبل وده بياثر على المراه بطريقه انه ممكن الاستروجين ده بيسبب صداع لكن الاستروجين ده اهميته ان بيحافظ على المشيمه اللي هي البلاسينتا اللي هي بتغذي البيبي او الوصله بين البيبي وبين الماما او الجنين والام إيه تاني هرمون اللي هو البروجسترون وهن اتفضلي هن هنقول البروجسترون وبعد كده للاوكسيتوسين علشان نخلص اتليست البريجننسى علشان نروح للحاجات المهمه في اخر المحاضره دي طيب استاذنك يا دكتوره نطلع لفاصل ونرجع نستكمل الحديث اللي معاكي امين أحب أن نطلع لفاصل قصير ونرجع مع بعض لاستكمال هذا الموضوع الخاص بصحه المراه لاستكمال هذا الموضوع الطبي الخاص بصحه المراه دكتوره رجاء مره تانية اهلا وسهلا بيكي اهلا بيكي كنا هنكمل ازاي الهرمونات اثناء الحمل المختلفة بتأثر على صحة المرأة وبتسبب لها أعراض ومشاكل آه والمرأة بتعاني بتعاني مع الدورة بتعاني آه في سن البلوغ بتعاني اثناء الحمل بتعاني اثناء البي ام yeah. بتعاني اثناء الحمل بتعاني ما قبل المينيبوز واثناء المينيبوز رحله من المعاناه <applause> رحله من المعاناه لكن نشكر ولو ربنا ولو اني بنشكر ربنا لان يعني احنا دلوقتي بنقول انه في هرمونات بتؤثر تاثير سلبي عليها لكن عمالين نشوف ازاي انه كل هرمون ليه توصيف وظيفي رائع لولا مش هيحصل الاتزان دوت فمعلش لو حتى في شويه يعني اقول ايه اعراض جانبيه او سلبيات او مضاعفات للهرمون لكن خلينا نشوف الدور الجميل اللي بيقوم بيه ولكن ده لا ينفي انه نسمع من حضرتك طبعا تاثير كل الهرمونات اللي متداخله مع بعضها على الام الحامل او على المراه الحامل. اتفضل. يعني انا كنت مركزه على على النيجاتيف سايد لكن طبعا في بوزيتيف سايد طبعا أكيد. لاني دي حاجات ايجابيه كتير لاني <applause> لولاش كده ما كانش يتحمي البيبي اللي بيتكون <applause> زي الهرمون بتاع البروجسترون احنا قلنا اهم اثنين هرمون الاستروجين <applause> والبروجسترون البروجسترون ده بيهيئ الرحم لنمو البيبي عشان البيبي يكبر وبيرخي العضلات وبيوسع العضلات لدرجة عشان عظم الحوض يوسع شوية فالبيبي يقدر يكبر فبيرخي العضلات بس مع إرخاء العضلات دوت يعني ممكن مثلا عضمة الحوض توجع المرأة الحامل شوية وهي بتمشي تحس بوجع تحس بوجع في العضلات وبعدين بيرخي كمان العضلات بتاعة الأمعاء وال <applause> والانتستين فممكن <applause> يحصل إمساك فدي من الاعراض اللي بتحصل للمراه الحامل كتير انها بتعاني من امساك عشان كده لازم تاكل فايبر كتير واعشاب كتير وتشرب سوائل كتير وتاكل خضار كتير علشان تقدر تهاجم المشكله دي او تعالج المشكله بتاعه الامساك اللي بتحصل برده الهرمون ده البروجسترون ليه اعراض بيزود حراره الجسم علشان يخلي الجسم دافي عشان يهيئ الدفء ده للبيبي عشان البيبي يعني حتى لما يكون في كتاكيت بيكبروهم او دايما بيخبطوا دا ده الجو بتاع الحضانه الحضانه بالظبط فهي دي الحضانه هو ده الرحم اللي بيكبر البيبي فعشان يهيئ التمبرشر فبتعلى شويه فدايما المراه الحامل بتبقى حرانه ودايما مش قادره تستحمل الحر وكمان بيبقى في عرق ليلي بسبب هذا الهرمون وزي ما قلنا وجع في العضلات لكن هو ده هرمون حلو خالص لان ده بيريح اعصاب المراه الحامل يعني ده مع الاستروجين بيعمل بالانس فده الهرمون اللي بيهدي اعصابها وبيخليها تسترخي وبيخليها يعني بي كاونتر اكت الافكت بتاع الاستروجين او بيضاد الحاجات اللي مش حلوه بتاعت الاستروجين للصداع والكلام ده ده من الثانيه بيعالج هذا الشيء. طب اسمحي لي اسالك يا دكتوره هل بيحصل احيانا خلل في افراز هذا الهرمون بزياده او بالنقص وايه تاثيره أه عايز اقول ايه سببه طبعا م. ممكن ياثر على البيبي ودي حالات نادره يعني لان م. ده الحمل الطبيعي او الحاله الفسيولوجيه الطبيعيه للحمل لازم يبقى فيه الهرمونات دي م. علشان البيبي يقدر يكمل ويقدر يكبر يعني الهرمون دوت بي بيحمي البيبي وبيساعد وبي على الجروث او النمو بتاع البيبي مهم. يعني طبعا دي حاله محتاجه تروح لاندوكراينولوجيست بيبقى في خلل يا اما في هرمونات جايه من البرين مهم. بتؤثر على الهرمونات اللي جايه من تحت من المشيمه لكن لكن وان الحمل اتعمل هو المشيمه دلوقتي زي تيك درايفر سيتس يعني مهم. بالهرمونات بتاعتها زائد الكوربس ليوتيوم اللي هي طلعت منها البويضه بتفرز برضو بروجسترون علشان تمنتين المشيمه تمنتين البلاسينتا عشان تكمل اللي هي مده الحمل مدت الى ان, أن يوصل لمرحله الولاده توصل الاكسجين والدم مم. والاكل للبيبي من خلال المشيمه دي, دي. نيجي بقى عند مثلا بعد اثناء الولاده وما بعد الولاده ايه اللي بيحصل؟ عند الولاده ايه اللي بيخلي الرحم ينقبض؟ من لا شيء يبتدي الرحم ينقبض الهرمون اللي بيسبب هذا الانقباض ويبتدي الام الولاده اسمه أوكسيتوسين وده بيتعمل في البرين يعني سبحانك يا رب يعني ازاي مظبط الدنيا وعنده وقت معين يبتدي يعني. البرين ويبتدي يبعت الهرمونات دي اللي اسمه الاوكسيتوسن اللي بيتكون في الهايبوثالاموس وبيبقى مخزون في الغده النخاميه النخاميه اللي هي البيتيوتري يعني. فيبتدي افرازات الهرمون الاكستوسين ده يبتدي الكونتراكشن والمراه تحس بانقباضات فتحس اني وقت الولاده جه آه وبرده هو ده نفس الهرمون اللي بيساعد على اللاكتيشن او نزول الملك يعني بعد ما الملك يتكون في البريست نزول اللبن م -م. في الثدي اللبن في فيخلي فيه انقباضات في الثدي تخلي اللبن ينزل للبيبي ف كل حاجه يعني ما اعظمك يا رب فعلا نعم. كلها بحكمه صنعت نعم. ازاي كل الحاجات دي بتحصل مع بعض وبتمشي وبتوقيت معين وازاي بتجهز كل حاجه وتهيئ يعني فعلا بيهيئ قدامنا نعم. يعني بيريحنا من احنا نعم. واحنا جنين واحنا كبرنا واحنا اتولدنا نعم. ولغايه ما بتبقى ام وبرده بيهيئ كل شيء للبيبي نعم. سبحانك ربنا ده عجيب ويعني ما يقدر يظبط السيستم ده مع بعض يعني اتس اميزنج yeah. بس فهو الاكسيتوسين دوت مهم للرضاعه ومهم لوقت الولاده لانقباضات الرحم واخر واحد اللي هو نمره 16 اللي هو البرولاكتين البرولاكتين ده بيساعد على تكوين الملك لما المراه تيجي ترضع البرودكشن اوف milk او انتاج اللبن انتاج اللبن وطبعا طبعا الهرمون دوت البرولاكتين طول ما المراه بتكون بترضع كتير قوي من من المراه المرضعه بينقطع عنها الدوره بسبب البرولاكتين هرمون اللي في الجسم دوت اللي بيزيد في الوقت ده جامد فالدوره ما بتجيش لان البرولاكتين ده بيسبب انقطاع الدوره فدي من العلامات برضو اللي هي زياده البرولاكتين في ناس ما بيكونوش حامل وبيكون عندهم البيتشوتري ال... ال... بتفرز البرولاكتين دوت فبيحصل عندهم حاله اسمها جلاكتوريا او نزول لبن من الثدي من غير ما يكونوا حامل بسبب افرازات زياده في الغده النخاميه اللي هي البيتيوتري بتزود البرولاكتين ودي طبعا حاله تسبب عقم لاني ما تقدرش المراه يحصل فيه تبويض طول ما في البرولاكتين ده عالي ده بيمنع التبويض إيه واحده من يا. الامور الرئيسيه اللي يا. بتصيب بالعقم يعني بس ليها علاج يعني في ادويه بتقلل نسبه البرولاكتين دوت فترجع المرأة تبقى قادرة على التبويض وقادرة على الإنجاب مرة تانية فالبرولاكتين ده اللي اتكلمنا عنه بيقعد عالي لغاية فترة الرضاعة لغاية ما توقف المرأة عن الرضاعة خلينا طبعا خلينا نقول ملحوظة دكتورة آه. اسمحيلي انه مش كل مرأة أثناء الرضاعة بتكون بدون دورة يعني ده مش لا. بيؤكد آه عند كل ام بتردع بالزبط. انه لما ما تجيش الدوره انت عندك الهرمون ده نشط وبيمنع الدوره او بيقوم بدوره لا انقطاع آه. الدوره لازم بتعمل اختبار حتى تتاكد انه ده طبيعي وان هي ما حصلش حمل آه في اثناء بيبي بيرضع مثلا عند 40 يوم ممكن. او لسه ف ممكن. دي لازم يعني تنتبه يعني احتل... الام اللي بالظبط دي احتمالات ممكن تحصل لكن في بعض الاحيان ما بيبقاش في الدوره وفي بعض الناس بيبقى الدوره بتيجي وفي نفس الوقت اللبن موجود يعني لكن على فكره حكايه البريست فيدينج او الرضاعه دي مهمه جدا جدا خلينا نقول ايه اهميتها يا دكتوره اشكرك عشان بتشاوري عليها ايه اهميتها لانه ربما عايزين نقول ايه في العصر مع التطور التقني الحديث او خوف بعض الامهات على القوامها وعلى شكلها فممكن تلجأ لرضاعة رضاعة طبعاً غير الطبيعية والأغذية الصناعية للبيبي وبتكتفي حضرتك إزاي بتشوفي ده مهم وإزاي مهم للأم كمان اتفضلي تخيلي قالوا دي من العوامل اللي بتقلل من حدوث الاورام بالظبط نفسي تتشاوري على الحته دي مش وحتى الس... الرحم وحتى مش المبيض المبيض, المبيض. المبيض. الاوفر ف... اوفيريان كانسر يعني دي من العوامل اللي يعني ده بيخدم الام بت... عايزه الام yeah. بالظبط يعني الرضاعه دي بتخدم الام والبرولاكتين ده بيدي حمايه ضد الاوفيريان كانسر رائع يعني فدي عايزه اقول بالنسبه للام مكسب ولكن خلينا نقول بالنسبه للطب... للطفل كمان ايه راي حضرتك الرضاعه الطبيعيه آه، طبعا لا ده كل المقاومه والقدره على مقاومه البكتيريا والحاجات اللي بيواجهها الطفل انه يعني بيكتسب المناعه يكتسب المناعه من الرضاعه في الشهور الاولى ده من الام حتى طبعًا. لما ما بترضعوش كمان طبعاً. هي بتمنع عنه ان هو يكتسب يعني المناعه من خلالها في الشهور الاولى. بكل تاكيد لا الرضاعه ده يعني ويا ريت الام تقدر ترد على الاقل اول سنه على الاقل اول سنه. في بعض الابحاث بتقول في سنه 2030 نسبه الكانسر هتزيد بنسبه 50% زياده. ليه؟ علشان الرضاعه قلت. يعني في ناس كتير قوي بترضع شهر شهرين وبعدين ده بسبب طبعا ان المراه عامله وبتشتغل اه خلينا نقول و... الظروف المعيشيه كمان اللي بتجبرها آه تنزل آه بعد ثلاث شهور لشغلها <applause> او بعد شهر او بعد شهرين لكن حضرتك يعني حضرتك بتحفزي على قد ما بنقدر الطفل يرضى مم. من ساعه نزوله او من ساعه ولادته في الايام الاولى من ولادته لكن كمان تستمر على قد ما تقدر حتى لو سنة. كان في مساعدات من اكل جانبي او يعني تغذيه او لبن يعني عايزين نقول جانبي الا أني اولويه قصوى وجود ابنك ورضاعته منك حتى يكتسب حتى في الشهور الاولى المناعه ده اللي بناكد عليه وحضرتك اضفتي الحاجه كمان الرائعه انه كمان بيقيقي من حدوث بعض السرطانات اللي بتصيب الفوائد النبيل. يعني فسيولوجيه وكمان نفسيه يعني نفسيه البيبي بيبقى مستريح نفسيا وبيبقى ساوند بيرسوناليتي وجود بيرسوناليتي لما بيرضع لفتره مع الام اكتر يعني ما يبقاش شهر او شهرين يبقى على الاقل سنه يعني طبعا اشكرك دي اضافه كمان حتى نفسيا على الطفل الطفل اللي بيرضع من امه بيطلع مور سكيور نعم مور يعني. نعم اتفضلي في هرمون تاني اسمه الاندورفين دوت أه ده بيسمينه البين كيلر وده بيزيد قوي اثناء الحمل برضو لان يشوف ربنا يعني بيوجد مع التجربه المنفذ يعني اثناء الحمل مع كل التعب اللي بتمر فيه المراه الاندورفين دوت بيقولوا يعني بيشيل او زي ما بتاخدي بين كيلر او ادويه للالم الاندورفين دوت بيوقف الالم وبيساعد المراه ان هي تكمل وتكوب بال ودوت بيبقى نيورو ترانسميتر بيأبير في بي وبيزود بيسبرس الاميون سيستم شويه علشان يسمح للمراه يعني البيبي ده حاجه جديده داخل المراه فما بيحصلش روجكشن يعني تلفز. جهاز المناعه يرفض الجسم الغريب بما انه هو مهمته يرفض الاجسام الغريبه فيحس ان ده جسم غريب فده بيقلل yeah. اللفظ دوت علشان يقدر جسم الام يحتوي البيبي من غير ما يلفظه بدري يعني <applause> آه شكرا كدا. يا رب، عايزة أقول شكرا يا رب، عند كل تأكيد. فعلا مم. جزئية تحسي مش معقول ما فيش حاجة، يعني حاجة بدقة مم. شديدة فيش حاجة مم. فيها خلل إطلاقا. دبر لينا كل شكراً حاجة يا رب. وكل احتياج يعني. آه طبعا ده التغييرات الهرمونية أثناء الحمل آه لكن بعد الحمل وبعد الولادة بيجي الهرمونات بتتغير تاني بشكل تاني يعني كل فتره في الحياه تغيير جامد جدا يعني يعني بعد ما المراه كان عندها الاستروجين اثناء الحمل 100 ضعف من النورمال استروجين 100 ضعف في جسمها مره واحده مره واحده عند الولاده بينزل مره واحده لا. وكمان لو رضعت بينزل اكتر لان البرولاكتين بيسبريس الاستروجين بينزل نسبه الاستروجين اكتر فده بيؤثر على المرأة تأثير جذري وبيسموها بيجي ساعات ديبريشن طبعا عقب الولادة وبيجي بسبب نزول الحاد بتاع الهرمونات التغييرات بعد الولادة بتكون تغييرات تغري... تغيرات. نفسية وجسمانية كمان يعني ونفسية أكتر بيسموها بيبي بلوز زي البيبي الأزرق عرفش يه. بالعربي يه. بيسموها كده ولا يه. لا قد ايه بتقعد دكتوره؟ يعني معروف انه عقب الولاده بتصاب بشيء وعايزين نقول انه برضو بعض السيدات لا بتعدي عليها المرحله دي طبيعيه او شبه طبيعيه لكن في ناس فعلا بتمر بحاله من الاكتئاب لكن الى إيه متى؟ يعني عقب الولاده بعد قد ايه تختفي تدريجيا؟ طب طبيعيا تقريبا بيبقى 45 يوم لكن في بعض الحالات بتقعد ثلاث شهور ثلاث شهور يعني يعني. يعني. وفي حالات ثانيه خالص ممكن ست شهور بس ده بيبقى فيه زي ما بيقولوا بري اكزيستنج كونديشن او حاله سابقه موجوده عند المراه او يعني, يعني عندها استعداد استعداد للانكزايتي يعني. يعني. والدبريشن فبيزيد ممكن يعني فل... ليه بنقول الحاجات دي برضو حتى انه هي المراه بتاخد بالها ممكن ما تتخضش من حالتها وتعرف ان ده شبه طبيعي وما تستسلمش لحاله الاكتئاب وتترفع وتتشجع ترج... تشجع بربنا وتتشجع طبعا بالناس اللي حواليها لكن كمان حضرتك بتنصحي عايزه اقول المحيطين بالمراه اللي هي يعني في فتره عايزين نقول الايام الاولى من الولاده الزوج او الناس اللي بيتعاملوا معاها ازاي بيكونوا في اعتبارهم مراعاه ظروفها النفسيه والصحيه؟ بكل يعني دي فتره مهمه جدا جدا لان المراه بتلاقي نفسها زي مسؤوليه جديده مسؤوله عن بيبي غير ان هي جسميا تعبانه جدا بسبب النزول الحاد بتاع الهرمونات حتى الهرمون البروجستيرون اللي هو بيبقى عالي اثناء الحمل ده بيسموه الهرمون بتاع المزاج اللي بيخلي مزاج المراه كويس لما ينزل مره واحده تبتدي عندها قلق و... وما بتقدرش تنام كويس وانسومنيا وستريس وانكزايتي وتنشن وساعات تحس ان هي ديسبريت يعني 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 فعلا محتاجه عطف محتاجه حنان محتاجه احتواء محتاجه مساعده في الوقت دوت فلازم يعني ساعات مثلا لو واحده وجوزها يكون بيشتغل ويجي من الشغل ويلاقيها مثلا ما قدرش تنظف البيت ولا حاجه ممكن يقول لها ايه ده انت بتعمليش حاجه والبيبي وهي نفسها تعبانه مش قادره تخلي بالها من نفسها او من البيبي <applause> فيا ريت فعلا نساعد المرأة في الفترة ديت محتاجة مساعدة جدا ومحتاجة عطف ومحتاجة حنان ومحتاجة حب احنا ذكرنا من شوية دكتورة انه آه يعني دي حالات شبه طبيعية لكن ازاي نتعامل مع الفترة دي وما نسيبهاش حتى تؤثر فينا وقلنا حضرتك قلتي انه لا في ناس بيبقى عندها اصلا استعداد للخوض بقى او للاصابه بحاله من الاكتئاب لا هي اصلا بتعاني وبتوصل لمرحلة إنها فعلا بتصاب بحالة من الاكتئاب وجي سؤال دلوقتي حالة من الكنترول إنه إزاي النهاردة دي حالة بتع... يعني بتعدي من مرحلة الطبيعي وبنقول عليها بس حالة مرضية إن أم بعد الولادة جالها الاكتئاب بالقدر اللي بيه رفضت الطفل رفضت تلمس الطفل تحضن الطفل تتعامل مع الطفل مم. أعتقد أن دي مرحلة يعني صعبة. مرضية طبعا إيه طبعا. رأي حضرتك مم. يعني في الحالة دي المفروض يكون التصرف إيه طبعا. يعني لزوما عليها تكون تتعامل مع في بعض دكتور. الأحيان مم. بنحتاج أني التدخل نفسي تدخل نفسي وكمان ادويه تاخد ادويه أيه. للاكتئاب. انا اقصد اقول انها تروح لطبيب معالجه نفسيه مش لازم بحيث تبقى الادويه لمدى طويل بس لفتره لازم تاخد الادويه دي لغايه ما الجسم والهرمونات في الجسم تتوازن, تتوازن وتبقى بالانس يعني عشان تقدر تمارس حياتها الطبيعيه. يعني الناس اللي اصلا بيعانوا من الاكتئاب هم اكثر عرضه في الوقت ده لظهور يعني حاله الاكتئاب يمكن بطريقه نقدر نقول كبيرة أو مزمنة وكثير بنلاقي حالات انتحار ومش انتحار بس وكمان ساعات بيبقى هم بيقتلوا البيبي بيأذوا الطفل آه في بعض الأحيان وتقريباً السؤال وسط ده إنه هي شاسة. وصلت لمرحلة آه. إنها رافضة الطفل، رافضة تحضنه، رافضة تلمسه، مش عايزة تشوفه فأعتقد دي عدت مرحلة الطبيعي ودي آه. مرحلة يجب التعامل يعني بكل تأكيد يعني تدخل الطب النفسي فيها بكل تأكيد طبعاً اتفضلي يا وساعات بيجي لهم بانيك اتاك بيبقوا بانيكي يعني عارفة حالة خوف وارتباك وقلق طول الوقت يعني هو ده اللي بيحصل بعد الولادة فإحنا شفنا إزاي المرأة بتتعرض لكل التغييرات الهرمونية في مراحل الحياة المختلفة من أول البيبي البيبي المرضعة الصغيرة اللي بترضع لغاية سن البلوغ لغاية سن الاخصاب لما بيحصل البي ام اس والتغييرات الشهريه اللي بتعانيها وبتواجهها المراه في كل شهر وبعد كده وصلنا لهرمونات الحمل وهرمونات وقت الولاده الـ وايه فوايتها وايه النيجاتيفيتي او السلبيات بتاعتها وبعد كده ممكن نروح برضو نشوف ازاي إيه أدوية منع الحمل برضو بتأثر على المرأة وليها مضاعفات برضو يعني عارفة يعني حتى المرأة اللي ما بقيتش حامل تقول مثلا أنا هاخد حاجات لمنع الحمل حبوب حبوب أو منع الحمل حبوب أو لزقة أو الـ IUD أو الـ أو اللوب أو اللولب كل دوت الحاجات اللي فيها اللي فيها هرمونات يعني في بعض من اللولب ده في نوع اللي اسمه المارينا ده فيه هرمونات فده هرمونات بتدخل في الجسم بتاثر على المراه يا اما الحبوب من الحمل دي فيها هرمونات خلينا نتكلم لا. في مشكله الحبوب يا دكتوره وهي عايزه اقول يعني خط احمر انا بعتبره ازاي يعني الناس تتعامل معاه بحرص شديد ويعني في ايه المضاعفات اللي بتعملها الحبوب طبعا مش عن الاستخدام عن فترات قصيره لكن طبعا في سيدات بتحتاج تستخدمها لفترات طويله، بالزبط. سنين، هذه عادتها لازم انها ما تسيبهاش، اللي المفروض تعمله وازاي بتختار الوسيله اللي بتتلائم معاها؟ بالظبط بالظبط، هنتكلم ايه انواع منع الحمل يعني وسائل, وسائل من منع الحمل. الحمل، لو شفنا السلايد نمبر 19 19 شايفين انواع حبوب منع حمل كتيره خالص على الشاشه هنا طبعا يعني تقريبا البروتكشن او الحمايه من احتمالات الحمل بتبقى 99% فالريزلت كويسه جدا طبعا ودي وسيله مش وحشه يعني لكن في اعراض بتحصل للمراه اثناء اخذ الحبوب ديت طبعا اول حاجه لو المراه دي مش بتاخد الحبوب كل يوم طبعا ممكن يحصل بيسموه بريك ثرو بليدنج او نزيف في وسط الدوره يعني مم. مش في وقت الدوره يعني في في مفاجئ النص يعني في مفاجئ مم. مم. الناس اللي بياخدوا حبوب من الحمل اغلبيتهم بيعملوا اكني او حبوب الشباب في الوش مم. وبيحسوا خصوصا لو حد الكومبليكشن بتاعته اويلي شويه او دهنيه بتبقى بشره دهنيه آه بشره دهنيه مم. وزي ما قلنا بيحصل وجع في الثدي وبيحصل انتفاخ في البطن بسبب الحاجات ديت يعني بيحسوا منتفخين شويه <applause> وبرده ايه التشينج في السكس درايف او القدره او الرغبه الجنسيه وبيحصل في بعض الاحيان ايه زياده في الوزن لكن الابحاث الاخرانيه او الحديثه قالت مش بيحصل او زياده في الوزن ده الكلام دوت كان اعتقاد سابق كنا بنعتقد ان <applause> اي حد بياخد حبوب منحه بيزيد شويه يعني اقدر انا اقول في بعض الاحيان في بعض انواع حبوب من الحامل بتزود يعني 2 باوند مش كتير قوي فما تعتبرش حاجه تذكر او سيجنيفيكانت علشان تمنع الناس من اخذ حبوب من الحامل آه فده السايد افكت بتاعها آه في من انواع من الحمل في الباتش زي ليتل باتش بيحطوها ثلاث اسابيع وبيشيلوها في الاسبوع الرابع من كل شهر وبعد كده الدوره بتيجي وفي كمان ممكن بيستعملوا حاجه اسمها نوفارينج زي زي حاجه دائريه كده وفيها هرمونز وبيحطوها في المهبل وبتقعد ثلاث اسابيع وبعد بيشيلوها بعد ثلاث اسابيع وبعدين الدوره بتيجي دي برده من وسائل منع الحمل وزي ما احنا قلنا اللولب وفي الامبلانت بيحطوا هنا امبلانت بروجستون امبلانت هنا بس كلهم ليهم سايد افكت يعني م -م. طبعا اللولب في نوع لولب ما فيهوش هرمونات فده ما لهوش سايد افكت قوي ما عدا الميكانيكال افكت يعني وجوده ساعات كجسم غريب كجسم غريب بيزود النزيف آه الدوره بتبقى غزيره في الوقت بس, بس. Yeah. آه وبعدين في الديبو بروفيرا او الديبو شاد ده وان شاد بياخدوها كل ثلاث شهور آه بس ليها طبعا سايد افكت كتير برضو ده بتحصل فيها ويت جين وبيحصل فيها انقطاع الدوره فما بيعرفوش يعني ايه اللي بيحصل بالضبط يعني ولو نسيوا ما خدوهاش بعد ثلاث شهور وبعد حتى ما بينقطع اخذ الديبوشات او بيبطلوا اخذ هذه الحقن اللي كل ثلاث شهور ممكن الدوره متجيش لمده سنه بعديها فما بتعرفيش امتى المراه ابتدت التبويض تاني فبتبقى في غموض وفي ناس بيجي لهم مشاكل في الامبلانت او الامبلانت اللي بيعملوها هنا ممكن بتضايقهم ممكن بتعمل صداع يعني ففي يعني دي ليها مشاكلها لكن خلينا نقول يا دكتوره بعض الناس بتستسهلها علشان مره واحده وكل ثلاث شهور لكن زي ما حضرتك اشرتي مش اسهل حاجه لان فيها شيء من الغموض آه. ما بتبقاش عارفه اللي آه. بيحصل معاها عدم وجود دوره ده بي يعني لكن دي وسيله ومستعمله من ومتوافق عليها من الاف دي اي ويعني في ناس بس كتير بتتكلم بس احنا بنتكلم على افضل الطرق وخليني اسال حضرتك قبل ما نعدي المرحله دي ازاي بتشوفي تاثير الحبوب او اي وسيله من وسائل منع الحمل بس على راسها الحبوب على البنات اللي هم في بدايه يعني متجوزين ليهم شهر او اسابيع وبيبداوا علشان ياخدوا فتره ما يكونش فيها حمل في بدايه الزواج سنه اتنين تلاته بيلجاوا ان هم ياخدوا الحبوب عايزين نعرف تاثير ده يعني ايه التاثير السلبي على اخذ الحبوب قبل الانجاب علشان بغرض انه البنت ياخدوا مساحه في السنين الاولى من الزواج بدون اطفال تقريبا مفيش تاثير سلبي قوي على م -م. اخذ الحبوب واعتقد دي افضل وسيله الواحده ما كانش عندها انجاب قبل كده او لسه ما انجبتش في حياتها وما بقتش حامل افضل وسيله ان تاخد حبوب منع الحمل لغايه ما تحس ان هي مستعده انها تبتدي تنجب يعني هل محتاجه تغير محتاجه تعمل محتاجه تعمل باب سمير او مسحه عنق الرحم كل سنه لأن برده الهرمونات اللي في البيرث كنترول بيلز دي بنخاف من السيرفيكال كانسر او الكانسر بتاع عنق الرحم <applause> فلازم تعمل باب سمير. لو عملت باب سمير وكل حاجه كويسه يعني انا مش شايفه انها مشكله لو خدت سنتين ثلاثه بس برضو ما انصحش لسنين عديدة يعني. طول المدة ما مش أفضل حاجة. لكن لو واحدة جابت ثلاث أربع عيال مش عاوزة تجيب عيال تاني. دي حاجة بيرسونال أنا أنصح. لا طبعا ضروري. باللولب. يا. لأن اللولب مفهوش هرمونات. لكن ما انصحش باللولب لحد يكون عمره ما أنجب لسه يعني. شكرا عشان بتقولي كده لان دي جديده يعني م. اوكي الحبوب م. يمكن ما فيهاش مشاكل لكن ليه حضرتك قلت مش بتنصحي للي, للي ما لا. انجبتش تستخدم افضل وسيله يعني مش احسن حاجه اللولب الل الل لا اللولب حلو للونج ران يعني لسنين طويله لو حد مش عاوز ينجب لمده 10 سنين ممكن يحط اللولب ويستريح صح. عليه وما في يبقاش فيه هرمونات في الجسم ولا في اذر سايد افكت يعني لو لو المراه دي استحملت اللولب وما كانش فيه نزيف او حاجه yeah. يبقى ده افضل شيء يعني ده أفضل لو كان عندها اولاد بس مشاكل أو بس ما تبتديش بيه يعني انا ما احبش حاجه فورن بودي نحطه في ال في الرحم لوحدة تكون عمرها ما انجبت انا مش عا... يعني, يعني مش عاوزه حاجه صح. تمثل الرحم من جوه من قبل أوه. الانجاب يعني من قبل الانجاب ده يمكن راي شخصي مش راي لا كويس لكن يعني كويس يوم. يعني بنستفيد من كل اللي بيعرض وكل واحد طبعا عنده حريه اختيار الوسيله لكن دايما بنشاور على الافضل يعني اتفضلي هنا بيقولها do the birth control pills affect your risk of cancer ايه يعني ايه احتمالات حدوث السرطان بسبب موانع الحمل او حبوب منع الحمل او الهرمونات اللي في وسائل منع الحمل لو بصينا السلايد نمبر 22 نمره 22 آه يعني كل العلماء آه يعني وف يعني آه اقتنعوا أكدوا. او اكدوا ان استعمال حبوب منع الحمل لمده طويله بيزود ريسك اوف كانسر <applause> الكانسر اللي هو مينلي اللي هو بتاع عنق الرحم ااا yeah. uh, والاوفيريان كانسر كمان سيرفيكال uh, نو uh, no, مش الاوفيريان كانسر ام سوري سيرفيكال كانسر وليفر كانسر دي بسبب uh, حبوب منع الحمل حبوب منع الحمل بتقلل احتماليه او خطوره احتمال حدوث سرطانات في المبيض ليه بقى وازاي لاني حبوب منع الحمل بتمنع التبويض دي ازاي بتشتغل حبوب منع الحمل بتمنع التبويض فالبيضه ما تطلعش فما يحصلش جنين ما يحصلش حمل فيري <applause> فهي يعني ولما ال 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 البيضه ما تطلعش وكده فبيقل فبي نسبه الاستروجين والبروجسترون في الجسم مش زي ما كان لما بيحصل اوفيوليشن بيحصل الكوربس ليوتيم او الكيس اللي كان فيه البيضه بيفرز البروجستيرون فبيبقى دي الان أوفيولاتري سايكل يعني ما بيحصلش فيها تبويض خالص ودي بتقلل حدوث الاوفيريان كانسر ودي حاجه يعني إيجابية. جميله ايجابيه طبعا إيجاب. آه اقتنعوا بعد الابحاث الاخرانيه في الحديثه يعني انه لا يوجد دليل على علاقه بين استعمال موانع منع الحمل وسرطان الثدي كمان يعني كان في اعتقاد ان حبوب منع الحمل دي بتزود سرطان الثدي بس الابحاث الحديثه قالت لا مفيش نفت فعلا الموضوع ده. اه مفيش يعني الجميع تقريبا بيقولوا ان أجمع. مفيش اجمعوا ان مفيش احتمالات تاثير على السدي. آه الاصابه بسرطان الثدي يعني هو اللي بنخاف منه بس هو آه سرطان عنق الرحم من ال... ودوت لما نعمل الباب سمير او مسحه عنق الرحم كل سنه بنقدر نديتكت او نلاقي او نعرف اذا في بدايه خلايا سرطانيه في عنق الرحم فده بيساعدنا ان احنا ايرلي او معرفتها بدري مبكرة. مبكرا فنقدر نتلافاها ونعالجها مبكرا طيب دكتور عايزه اسالك ايه رايك في انه وجود مع اخذ يعني جرعات حبوب منع الحمل وعدم نزول دوره بالمره هل ده شيء صحي يعني الـ الـ السيده بتاخد حبوب منع الحمل تقريبا بيبقى فيه دوره يعني في حالات قليله ممكن يكون قلت نسبه الدم اللي بينزل او قلت الايام اللي فيها نزيف لكن بيبقى فيه دوره بسيطه يعني لان حبوب منع الحمل بيحصل ان احنا بندي الهرمونات دي لمده 21 يوم اغلبيتها كده واخر سبع ايام بتبقى بلاسيبو او زي ما فيهاش هرمونات السبع ايام الاخرانيه فبيحصل نزول يعني يعني انت بتبقى نتيجه الدراب في الهرمونات اللي احنا بناخدها من حبوب منع الحمل وبعدين ستوب بيخلي الغشاء المبطن للرحم برضو بينزل وبيحصل دوره بس مش لازم تبقى جامده لان مش كميه هرمونات جامده قوي زي ما كانت في التبويض العادي يعني. طيب اذا بعض السيدات بتشتكي من الم صعب جدا اثناء الدوره اثناء يعني ده الميعاد بتاعها الم جامد جدا لكن ما دوره نهائي ولا نقطه هل ده صحي؟ هل ده طبيعي؟ مع أه تعاطي جرعات حبوب منع الحمل. عدم نزول دم بالمره مع وجود كل العلامات اللي بتقول انه ده التوقيت بتاع الدوره الم الساديه الم الظهر حاله عدم الشهيه للاكل حاله اضطراب الجسم مفيش مشكله خالص عادي عادي خالص طبعا عادي خالص مفيش خالص يعني مش لازم انه ينزل اكيد في حاجات بسيطه قوي لا تذكر يعني ما قدرتش هي يعني, تشوفها يعني. تميزها تميزها اه وده برضو نتيجة الوزدروال بتاع الهرمونات اللي هي كانت من حبوب من الحمل يعني <applause> خلصنا حبوب من الحمل وسائل من الحمل هندخل على الفترة ما قبل سن اليأس أو البريمينيباز وبعد كده ندخل في المينوباز وبعد كده هندخل في السرطانات التي تتعرض لها المراه بعد سن المينوباز او سن في مراحل في مراحل م. الحياه المختلفه اعتقد دي مرحله اعتبرها يعني مهمه لناس كتير قوي م. ما بعد منتصف العمر عايزين نقول او ما م. قبل انقطاع الطمس او الدوره الشهريه بيحصل تغيرات يعني كبيره عايزين حضرتك يعني تشاورينا عليها بوضوح وتقول لنا ازاي ممكن المراه تتعامل مع الأعراض اللي هي بتمر بيها أيًا كانت حالتها، حضرتك هتكلمينا عن ما قبل ما قبل ودي يعني. مرحلة مهمة آه وبعدين هنوصلها بالمينيبوز نعم يا ما طبعًا بتبتدي التغيرات الهرمونية لما يعني زي ما احنا عارفين إن المبيض بيبتدي عند سن البلوغ فيه ألف بويضة وكل شهر بتنزل بويضة أو اثنين. إيه ناس بيجيبوا توينز ساعات بينزل بويضتين او ثلاثه إيه لكن على سن البريمينوباز بيقل عدد البويضات اللي في المبيض فبيبقى تقريبا قربوا يخلصوا فبتدي يحصل إيه تغييرات إيه عند توقف الدوره او بتقل الدوره او بتحصل فترات من النزيف لمده اسبوعين مثلا وبعدين الشهر الجاي يبقى ما فيش دوره خالص وبيحصل فيه لخبطه في انتظام الدوره وفي كميه الدم اللي بينزل مع الدوره وده بيختلف من مراه لاخرى اه وبي... وبتبتدي المراه تعاني من من حاله اكتئاب وتح... والاحساسها بالفقدان لان في تغيير جامد بيحصل في جسمها وبتعاني من نوبات من السخونه المتكرره والعرق الليلي والقلق وجفاف مهبلي وبعد سنه تقريبا من الاعراض الاعراض ديت بيحصل توقف كامل للدوره وبعدين بتدخل المراه في الريال منوباز او في سن الامل او سن الياس او الجولدن ييرز او السنين الذهبيه بتاعتها بعد انقطاع الدوره ب 12 شهر ده بنسميها شيز يعني دخلت في فتره سن الياس طب اسمحيلي دكتوره يعني احيانا بعض السيدات بتعاني من بالظبط في الوقت ده بس ربما ما بتبقاش مدركه ان ده التوقيت اللي هو قبل انقطاع الدوره بحاله من النزيف خلينا نقول الدوره الغزيره اللي هي غير معتاده اللي بتوصل في بعض الاحيان الى تكتل الدم يعني يوصل ينزل بشكل كتل ده حقيقي يا اخت مرفت في ناس بتنزف لمده شهر وساعات لمده شهرين ساعات لمده ثلاث شهور نون ستوب في الحالات ديت بنضطر نديهم مم. اه بنضطر نديهم حبوب منع حمل عشان يستوب النزيف دوت عشان ما يحصل لهمش انيميا لغايه ما يعدوا دم. الفتره دي مم. فساعات بنديهم لمده ست شهور ولا حاجه حبوب منع الحمل مش لغرض منع الحمل لكن ل تنظيم الهرمونات في جسمهم لغايه ما يعدوا الفتره دي بسلام وبعد كده نبطل الحاجات دي لكن ده ممكن يحصل وارد في ناس البيريود تيجي كل 3 اربع شهور مره او ممكن تقعد اسبوعين ممكن تقعد 3 شهور بس بيبقى سبوتنج وفي بعض الاحيان زي ما بتقولي بيبقى غزيره ودي بتستدعي تدخل انه لا لا بتوصل المراه في الوقت ف... ده لفقدان لازم. دم كتير توصل لمرحله الانيميا او فقر لا. الدم فعليها بانها كنا كنا زمان بنتعامل معاه يعني كنا زمان بندي هرمونال ريبليسمنت ثيرابي وندي يا. هرمونات لكن الحقيقه احنا دلوقتي ما بنديش الحاجات ديت بسبب الكارديو خوفا من ان الهرمونات, الهرمونات عامل مساعد لحدوث السرطانات السرطانات وبرده كارديو فاسكولار ريسك وبتاثر م. على القلب وبتاثر على تصلب الشرايين وفي حاجات تانية كتير دخلت في النص من الابحاث فيعني في بنديها بس في حالات الشديد القوي لما يكون واحده مش عارفه تعيش حياتها بسبب السيفير هات فلاشز يعني. او السخونه نوبات م. السخونه اللي قلقاها لدرجه مش قادره تعيش يعني والمود اللي المود هي سويد. مش حراره في آه. في يعني لما تقيس حراره الجسم تكون الحراره عاليه لا الحراره معناها الهبو, الهبو. او السخونه بالزبط. اللي بتطلع الشعور بحاله من السخونه في الجسم بالظبط فبعد انقطاع الدورة لمدة 12 شهر بتدخل المرأة في سن اليأس ويا ريت نجيب سلايد نمرة 24 علشان بيبين قد إيه شايفين الست اللي نايمة دي عرقانة وتعبانة ولا عارفة تنام ولا عارفة تستريح ولا وكلها عرق و... والتانية فيري انجري واحدة تانية اللي تحت دي ديبريست كل ده المرأة بتعانيه ودي حاجات فسيولوجية تقريبا كل ال... النساء بيتعرضوا ليها لكن طبعا بتختلف من واحده لاخرى بدرجات, وحدة بدرجات يعني مختلفه يعني ده ناتشرال بايولوجيكال بروسيس يعني دي حاله طبيعيه فسيولوجيه بتحصل للمراه لكن التغيرات الهرمونيه بتاثر عليها المزاج والمود وكل الحاجات دي طب اسمحيلي دكتوره اسالك ايه المرحله العمريه من سن كام لكام متوقع انقطاع الدوره ويبقى طبيعي علشان هيجي بعدها سؤال انه في طبعا سن ياس مبكر مم. في ناس بالزبط. من سن مبكر جدا وبتتقطع الدوره مم. وبيعانوا معاناه بس خليني بالزبط. الاول بالزبط. ايه بالزبط. السن الطبيعي الرينج الطبيعي ما بين آه يعني سن قد ايه وايه ده الطبيعي زي ما قلنا بدايه الدوره عشان نرجع تاني حته كده بدايه الدوره بتبقى عن سن 12 ده الطبيعي يعني م -م. اللي قبل كده بيبقى مش طبيعي او يعني بيبقى اختلاف شويه إيه وفقدان الدوره او دخول سن السنين الذهبيه او سن الياس بيبقى تقريبا عند سن 45 ده المتوسط لكن في ناس بتبتدي من الثلاثينات تدخل في سن اليأس وتغييرات هرمونية بتأثر عليها جامد وطبعا كل ما ابتدى انقطاع الدورة بدري أو التغييرات الهرمونية بدري كل ما بقي في أعراض شديدة بالنسبة للمرأة من القلق والمود سوينجز ونوبات السخونة والإحساس بالفقدان والريتابيلتي طبعا وده طبعا حسب من مخ واحدة للتانية إزاي بتقدر تتعامل تتقبل, تتقبل وتتعامل مع الأعراض دي يعني, يعني مش مفروض إنها توقف المرأة عن عملها أو عن أو حياتها أو علاقتها حياتها أو ممارساتها الطبيعية لكن لو كان إلى حد إنها مش قادرة خالص تستحمل يعني ساعات بندي كميات بسيطة جدا جدا من الهرمونات على قد حاجة بس عشان تزبط حياتها عشان تقدر تفانكشن او تقوم بوظائفها الطبيعيه اليوميه وبنرجع نقول تاني يا دكتوره برضو في عوامل جينيه ووراثية يعني في فكره حتى انقطاع الدوره او سن الياس المبكر برضو لو في ده في الام او في الجده عرضه ان البنت كمان تكون يعني بتقابل موقف زي ده ان يكون عندها انقطاع الدوره بدري أو, او سن الياس طيب. بيكون مبكر قوي عندها يعني انا شفت ناس كتير قوي من سن الثلاثينات 32 سنه وفي ناس وينت اه لحاله بوز وفي ناس قاعدين لخمسة وخمسين سنه ولسه الدوره بتجيلهم ولسه ما راحوش في بوز. طبعا يعني اعلى سن مفروض يعني يبقى الطبيعي من 45 لكام؟ 52 52 يعني المفروض من 40 ل 52 52 يعني اكتر من كده بيبقى زياده شويه وطبعا انا انصح كل واحده يعني ما راحتش للمينيبوز بعد سن ال 46 48 لازم تخلي بالك قوي تعملي الماموجرام كل سنه او سنتين بالكتير لكن ده مهم جدا جدا ان يتعمل الماموجرام يعني لانه قلنا الناس اللي هي بتست يعني اكتر اللي من مش بدين اكتر دي عرضه لانها تصاب ده للناس اللي مش بتتابعنا من اول الحلقه الناس اللي يعني. عندها الهرمونات دي لفتره اطول من العمر وفتره الانجاب بتبقى اكستندد او بتطول شويه لاني ما دخلوش في فتره المينوبوز ولسه بيجيلهم الدوره كل سنه ولسه في تبويض ولسه في استروجين وبروجسترون في الجسم دول بيبقوا عرضه ل اورام السرطانيه اكتر و وبرده لسرطانات الرحم يعني مش بس الثدي يعني. اسباب المينيبوز ده مش مم. بس طبعا بيكون فيسيولوجي في ناس بيعملوا عمليه ازاله أهل. الرحم نعم. وعشان كده بيدخلوا في فتره المينيبوز وفي ناس بيعملوها بدري في سن العشرينات فبيدخلوا بيضطروا يشيلوا الرحم والاوفريز لو سابوا الاوفريز الهرمونات بتبقى موجوده حتى لو ما فيش الرحم لكن لو المبايض اتشالت ديفينتلي بيخشوا خلال المينوبوز فهيستريكتومي طبعا سبب سيرجيكال مينيبوز وفي كيموثيرابي في ناس اللي بيتعرضوا لاورام سرطانيه ويضطروا ياخدوا كيماوي الكيماوي بيوقف الدوره وبيدخلوا في المينوبوز بسبب الكيماوي حتى في مبكر جدا من العمر وفي ناس بيحصل لهم ان الاوفري بيحصل لها اتروفي او بتدمر انون ايتيولوجي ما فيش سبب معين بس بيحصل دمور وفي بوليسيستيك اوفريان ديزيز ده انذر كونديشن بيحصل فيها عدم تبويض وبيفقدوا الدوره بدري زي ما قلنا يعني قلنا حتى المراه اللي بتعمل استئصال للرحم في سن مبكر هي بتعاني من نفس الظروف دي، بنفس الاعراض ديت. بالظبط. زي ما قلنا طبعا ايه المظاهر بتاعت المينيباز او سن الياس وكل الناس عارفه طبعا دي حاجه طبيعيه كلكم بتمارسوها ان هي بتنقطع الدوره بتفقد المراه القدره على الانجاب، قلنا نوبات السخونه والبروبلم مع السليب والقلق والانكزايتي والمود سوينجز وكمان فقدان الشعر او الشعر يبقى خفيف شويه بسبب عدم وجود الهرمونات واوجاع في الثدي وجفاف في المهبل دي تقريبا وصداع كمان يعني لما يعني الهرمونات بيحصل فيها اللخبطه دي دايما بتشتكي المراه بصداع فعشان كده الازواج بليز يعني افهموا ان المراه يعني شيء بتعاني من التغييرات الهرمونيه ديت ف فا فالمرحله دي مهم جدا الاهتمام يكون نعم. يعني عايزين نقول اهتمام مكثف والمراه بتبقى فيري فيري like زي حساسه جدا, حساسة جداً. نعم. اي كلمه ممكن تخلي دموعها تنزل نعم. تخليها تنفعل سريعه الانفعال محتاجه اهتمام اكثر محتاجه احتواء اكثر محتاجه يعني تلامس مع الحاله اللي هي بتمر بيها لان دي حاله طبيعه الحاله كده مش بتصطنع ده لكن دي حاجه طبيعيه هي يعني عايشاها وبتمر بيها ومحتاجه يعني شيء من يعني الاهتمام والحب والرعايه من الزوج ومن المحيطين لكن دكتوره قلت لي واحده من العلامات الكبيره طبعا اللي معروفه هي انقطاع الدوره ده معناها خلاص احنا وصلنا للمرحله دي بالزبط. طيب لمده قد ايه يعني ممكن بعد ست شهور تيجي مره تاني ساعة. بعد ثلاث شهور يعني ايه الحاجه اللي, اللي هل ما تجيش خالص ولا هل بتيجي مره قبل ما تنقطع تماما؟ لا فتره البريمينوباز تقريبا تاخد سنتين اللي هي فيها بيحصل ان الدوره تيجي بعد ست شهور او تيجي بعد ثلاث شهور وبعد تنقطع تاني ايوه لكن يعني مش دي على دي لسه الـ <applause> الـ لكن وانس <applause> دخلنا في سن السنين الذهبيه بعد انقطاع الدوره بيبقى 12 شهر ما فيش بيريد خالص yeah. لو حصل لو حصل دم بعد 6 شهور دي دي المشكله بقى دي مشكله ودي لازم المراه دي تعمل حاجه اسمها اندوميتريال biopsy عينه من جدار الرحم وتعمل مسحه عنق الرحم بسرعه دي علامه و... اولى او لان يعني ممكن يعني إيه؟ تكون كانسر ممكن تشاور تكون اسباب تانية في... اه طبعا في اي نوع من الاورام دي بيسموها البوست يعني. منيبوزال بليدنج ودي مش حاجه حلوه يعني لازم نهتم بيها ولازم نروح للدكتور ولازم عشان كده يعني, يعني سالت حضرتك السؤال دوت انه معنى انه انقطعت الدوره خلاص بتقعد سنتين حضرتك قلتي ممكن بعد ست شهور مره مره تيجي تاني مم. لكن خلاص بعد التوقيت ده اذا قعدت سنتين ما جاتش وبدات تيجي ده خطوره هنا علامه مش حلوه بتقول ان شيء ما بيحدث واوله مم. طبعا النظر بيروح على التغيرات الهرمونيه او عايزين نقول الخلايا السرطانيه اللي ممكن م. تكون صابت يا اما عنق الرحم يا اما الرحم نفسه. Yeah. Yeah. هل في علامات ثانيه يا دكتوره غير ان الدوره تيجي؟ خلينا نقول لهم حاجه ثانيه، انا عارفه ان هندخل في منطقه السرطانات الرحم لكن النهارده بنقول انه ما فيش دوره وفجاه جت دوره. هل هتيجي سبعه ايام؟ هل هتيجي مستمره حتي لو جات يوم محتاجه تروحي يعني. للطبيب ومحتاجه تعملي مسحه عنق الرحم ومحتاجه يعني تتشيكت ما يعني, يعني لا تتجاهلي حاجه آه زي كده يعني. دم ايا كان كميته ايا كان عدد ايامه بيشاور انه م. في في حاجه مش مظبوط مش مظبوط بيحصل بكل تاكيد لان أه. دي من علامات لو حصل سيرفيكال كانسر ولا حاجه بيحصل في بليدنج او يعني. اندوميتريال كانسر او فايبرويد في ناس عندهم فايبرويد الفايبرويد نعم. دوت اللي هو بناين تيومر او ورم حميد يعني. آه ما بيكونش كانسر صحيح بس يعني ممكن يكون بس واحده من علاماته انه يكون آه في دم ممكن يحصل انه فعلا آه مع اخذ عينه بيطلع اورام حميده يا بتستاصل يا اما زي ما بيشوف طبعا طبيب مم. النساء صحيح. لكن ممكن مش كل مره لازم تكون سرطانات لكن ممكن تكون اورام حميده، شكرا عشان الكلام اللي يا. يطمن الناس حتى ما ايه اللي, اللي بنعمله للمينيبوز لو كانت الاعراض شديده في ادويه بتتاخد في ساعات الكلونيدين اللي بيدوه للبلاد بريشر ده بجرعه قليله بت بتسهل نوبات السخونه والبروده والتغييرات والمود سوينجز وبتهدي وكمان الجابابنتين اللي هم بياخدوها للنيوراباسي دي ممكن برضو تهدي كل التغييرات ديت وتحاول تساعد المراه اثناء الفتره ديت وتقلل الهوت فلاشز ممكن بندي هرمونات زي ما قلنا ممكن بندي كريمات في الفتحه المهبليه لما يبقى في دراينس وجفاف للمهبل yeah. Yeah. لما في جفاف وفي حاجات اربل او يعني حاجات ناتشرال زي ما بيقولوا طبيعيه natural. <applause> طبيعية زي أكلات معينة زي البطاطا وال البلاك كوهاش دوت يجيبوها من عند من الستور العادي بتاع الحاجات الهيلسي والين وحاجات كلها ايربل ايربل اعشاب وكده <applause> يعني وحاجه اسمها ريد كلوفر والفلاكسيد والسوي كل دي حاجات تيمبراري يعني مش بتساعد بس ممكن بتساعد تساعد أو شوية. عامل من العوامل يعني من وسهله يعني نقدر نكون بنا في في الامور الحيات بالزبط. بنستخدمها كلها بنستخدمها نساعد اكي. نفسنا انا افضل اكتر من ان احنا نلجا للادويه لو في حاجات طبيعيه ممكن ان المراه تستخدمها او حاجات تمارسها اه. 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 افضل انها اخر حاجه انها تروح تلجا للادويه فعلا لو كان في يعني اعراض يعني. غير محتمله لا لازم ان نكون يعني الطب بيتدخل لكن لو الامور الطبيعيه قدرت من خلالها تعدي الفتره ديت طبعا آه خلاص يبقى كويس قوي ويمكن يجي السؤال يا دكتوره لامتى الفتره دي بالطول؟ تقريبا بعد انقطاع يعني تقريبا سنه او سنتين بعد انقطاع الدوره بس في بعض الاحيان بتطول شويه سنين عديده واو بتبقى سنين عديده، يعني انا عندي يعني. ناس بعد عشر سنين بيقولوا لي لسه مش عارفه يعني حاجه بس يعني. هو الهوت فلاشز ده سببها اني البيتيوتر جلاند او الغده النخاميه ب... بتبعت اشارات اشارات لان يعني. المبيض بطل يشتغل فبتقعد تقول له اشتغل 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 فمش سايباه في راحه فهي يعني. الهرمونات دي اللي اسمه الاف اس اتش أو الفوليكولار <applause> الستيموليتنج هرمون اللي هو بيستيموليت الفوليكل بتاعه المبيض هو ده اللي بيعمل هات فلاشز بيعمل كل الاعراض اللي في الجسم دي يمكن يعني اسمحي لي دكتوره حاجه بره الموضوع ايه فكره الخلل اللي بيحصل يعني عدم آآ آآ افرازها للهرمون او عدم ارسالها الاشارات الغده النخاميه هل ده سببه مشكله فيها يعني حتى في تعاملها مع الغده الدرقيه آه. لما بتكون ضعيفه ما بتفرزش خالص وإفراز الغدة الدرقية عالي هل بتبقى المشكلة في الغدة الدرقية ولا المشكلة في الغدة النخامية لأ لو الإفراز بتاع الغدة الدرقية عالي بيبقى المشكلة هنا لكن لو الغدة الدرقية إفرازها قليل ممكن يكون المشكلة هنا أو هنا لأن آه. هنا بت... بتبعت وال... yeah. ف... اه... ستيموليتنج هرمون عشان ينشط الغدة الدرقية فلو الغده الدرقيه ليزي وكسلانه ومش بتطلع هرمونات الثيروكسين كفايه فبيضطر البرين او المخ يبعت اشارات يقول لها إيه؟ طلعي اكتر طلعي اكتر فبيزيد التي اس اتش وده احنا ازاي بنشخص حاله الهايبوثيرويديزم او التكاسل في الغده الدرقيه لما بنلاقي كميه التي اس اتش او الثايرويد ستيميوليتنج هرمون عالي قوي فده معناه ان المخ عمال يبعت اشارات للغده الدرقيه بالظبط زي حكايه المبيض يا. المخ بيبعت اشارات بالظبط الحكايه بالظبط ده بالظبط الكنترول هنا يا. <applause> الكنترول هنا الكنترول هنا فبيحصل افرازات للاف اس اتش فوليكولار ستيميوليتنج هرمون انا على فكره هتاخدي بي اتش دي دو يا اخت ميرفت انت بسبب الحلقات بتاعتك دي <applause> يا رب يخليك يا دكتوره انا بتعلم صدقيني لا لا كل ده منكم بجد لا انا ما اقدرش انا من غيركم انتوا يعني كل حد فيكم وزنة جميلة رائعة الرب بيستخدمكم بشكل جميل أنا طبعاً. بتعلم منك فيا دوبك دي شوية فتات بالتعليم الرائع اللي عندكم إحنا عاوزين بس يعني المرأة يعني أنا مش عارفة بتقلي الوقت هيخلص قبل يعني ما نكمل لكن فضل ربع ساعة فضل. لكن عاوز أقول المرأة اللي, اللي بتجوثروا المينيفاز أو الأعراض تغييرات الهرمونية في سن اليأس يعني عاوزاها تنتعش ودايما يعني لازم يعني المراه تكون في كل الوقت حتى لو مش مثمره في الانجاب الجسدي لعيال مش مشكله لكن ممكن تكون ليها اثمار روحي وممكن تكون بتربي الجراند تشيلدرن ممكن بتكون ليها تاثير على اللي حواليها وبتكسب نفوس لربنا وبتبعدهم عن الشر وبتعلمهم وممكن لاني الصديق كالنخلة يسهو نعم. وكالأرز في لبنان ينمو وبيقول الشجرة لأنها مغروسة عند مجاري المياه تعطي ثمرها في, في, أوانه وورقها لا يزبول. ورقها لا يزبل. ورقها لا يزبل. يعني في الحياة الروحية ما فيش زبول يعني. وربنا ممكن يخلينا يعني يعني دي حلاوة الحياه الروحيه غير الحياه الجسديه. طبعاً. في الجسد بنعاني فترات مختلفه واختلافات ومراحل مختلفه ونزول وطلوع آه لكن الحاله الروحيه هي الميزان بالظبط اللي بالزبط. بيوزن بالزبط. كل نزول وطلوع وضعف yeah. ومرض وصحه yeah. وقوه يقول لك تاج جمال شيبه yeah. في طريق البر. No. يعني الشعر الابيض ده او الشيبه no. دي no. تاج جمال no. لو قضينا حياتنا في طريق البر، لو قضيناها yeah. زي ما هو عاوز مش زي ما احنا عاوزين. Yeah. كلمات ف... جميلة يا دكتورة. يا yeah. ربنا يساعدنا ان احنا ننتعش بيه لان هو كفايتنا في كل yeah. مراحل الحياة هو معانا، هو ظبطنا وهو yeah. سمح لنا نمشي في ال في <applause> الرولر كوستر ده. <applause> لكن طول ما هو جوه وسلامه جوه لكن ماشينا يعني oh. على المرتفعات بالظبط زي الايائل يبختنا بيه. بالظبط شكرا عشان الكلمات دي انا يا. عارفه انه في حد يعني اكيد يعني النهارده محتاج يسمع الكلمات دي تشجيع جدا لكل ست هي فعلا في المرحله دي وشايفه انه كان قيمتها في السن الصغير وفي الانجاب لا النهارده مرحله جديده جميله لها سماتها كل مرحلة عمرية ليها سمات بالزبط. جميلة جدا بالزبط. بس عينينا تشوفها بالظبط ما تركز على اللي فقدته قد ما تركز انه اللي جاي اعظم انها ممكن تحيا حياة جميلة جه سؤال دلوقتي وانا عارفة ان احنا شاورنا عليه في اول الحلقة انه انقطاع الدورة في سن صغير ايه بعض اسبابه؟ انقطاع الدورة في سن صغير؟ يا الانقطاع تماما للدورة في, في سن, سن صغير, صغير قد ايه يعني؟ ايه اسبابه؟ أما بعد يعني ما جت الدوره وكانت ريجولر غالبا غالبا انقطاع معناها انها كانت موجوده يعني تقريبا ده السؤال انا يعني ما طبعا انقطاع انقطاع الدوره اول سبب بريجنسي الحمل دي نمره يعني في مره أيوه جات لي واحده وقالت لي انه الدوره ما جاتش قلت لها ازاي يعني طب نعمل بريجنسي تيست قالت لا انا انا ماليش علاقه بحد انا يعني المهم يعني قلت لها معلش طب بس اسمحيلي اخد شويه بول واعمل وعمل اختبار وعملت م. الاختبار وطلع بوزيتيف قلت لها لا في الاخر م. اعترفت ان كان في علاقه يعني ال يعني مش بي يعني ده الموست كومن كوز ده أو حالة. السبب لكن حالة. لو كان يعني انا ده قدرت آه. اللي قدرت افهمه من خلال ال يعني اللي السؤال اللي جه من الكنترول في ودني انه تقريبا كان عندها يعني كانت دوره عاديه وليه ما تكونش يا دكتوره انه سن الياس المبكر هل ممكن ده عامل واحدة من اللي ممكن اللي؟ طبعًا نعم. ممكن قوي ممكن فالسبب يكون هرمونات في البرين يا إما الهور... يا إما المبيض نفسه بيحصل له ضمور مبكر بالظبط خلل مش مش كثيرة. مش كتيرة لكن ممكن بيحصل في م. أسباب تانية إندوكراين أو أسباب اختلال في الغدد بتاعة الجسم م. ممكن الثيرويد دي ما بتشتغلش تأثر. الغدة الدرقية دركية. بتؤثر على كل الغدد اللي في الجسم. يا. يعني في سبب طبع. لازم نوصل ليه انقطاع الدورة، طبع. طبع. واحدة من الأسباب الحمل، واحدة من الأسباب الثانية إنه يكون وصلت لمرحلة الانقطاع النهائي أو سن اليأس المبكر، لكن بعض الخلل في بعض الهرمونات برضه يؤدي لانقطاع الدورة، وده لازم يتبحث فيه. دمور, دمور المبيض. ممكن آه. أسباب تانية <أني <أني <أتحدث> هرمونات خلل في البرين مش بيقدر يبعث الاشارات للمبايض علشان التبويض يمشي اون يعني حاجه في البيتيوتري ممكن الهايبر برولاكتينيميا هو افراز الهرمون بتاع البرولاكتين دوت ممكن يقطع الدور يعني ودي حالات كومن بنشوفها كتير ورده دي ورده بتحصل. كتير, أيوة. وردة كتير. في وقت طيب الكانسر آه، خلينا ندخل بقى على ال امتى بقى امتى يعني عايزين نقول تكون الهرمونات سبب من الاسباب اللي تكوين خلايا سرطانيه مثلاً. خلينا نقول مثلا مم. سرطان الثدي ايه اسباب او العوامل التي تؤدي الى, حدوث, إلى حدوث سرطان, سرطان الثدي اول حاجه اول عامل كونك انسه او سيده ف فدي فيها خطوره طبعا لان سرطان الثدي بيحضر بيحصل اكثر للسيدات اكثر من الرجال. تاني حاجه التقدم في السن ده بيزود خطوره احتمال سرطان الثدي. سرطان الثدي بيحصل 1 اوت اوف 8 وومن واحده من ثمان ستات بيحصل لها سرطان ثدي في امريكا. عدد مش قليل عدد, رهيب بصراحة يعني. لو كان عند واحدة سرطان ثدي مثلا في ناحية احتمالات حصو حصول سرطان الثدي في الناحية الثانية بيبقى أكتر من أي حد عادي. إيه لو في فاميلي هيستوري أو في حد في الإميديت فاميلي زي العين. أخت أو أم أو ابنة عندها سرطان ثدي يبقى احتمالاتها أكتر للمرأة دي. إيه في برضو انهيرتد جينز في جينات وراثية في حاجة دلوقتي في تيست بيسموها بريست كانسر 1 اند بريست كانسر 2 بيسموها براكا براكا 1 وبراكا 2 دي دلوقتي بيعملوا جيناتيك تيست ويشوفوا احتمالات او اللي ممكن يحصل للمراه يعني عندها استعداد الاستعداد انها يجي سرطان ثدي لو كان الجينات دي بوزيتيف مع بعض الناس. اسمحي لي يا دكتوره اسالك هل الجينات دي بتحدد من خلال تحليل عن طريق الدم ولا عينه من ثدي المراه؟ تحليل الدم بس ده تحليل جينات, جينات. خاصة بالجينات غالي جدا نعم. وكتير قوي من الإنشورنس يعني هارد تايم نعم. إن هم يكفرت لأنه مكلف لكن بس ده مهم, مهم جداً. جدا لو يا. واحدة عندها مامتها واختها وبنتها عندها كانسر مفروض تعمل التحليل ده عشان نعرف بدري لأن ده ممكن نديتكت أو نلاقي وجود الكانسر سيلز دي قبل ما المامو جرام يلاقيها يعني نعم. قبل فدي فيري very early detection مم. وتشخيص بدري خالص برضو التعرض للاشعاعات بتزود سرطانات الثدي بليف ات اور نوت تصدقي او ما تصدقيش ان الاوبيزيتي ريسك فاكتور للبريست كانسر اوبيزيتي yeah. آه بيقولوا الاوبيزيتي لما بيبقى فيه فات سيلز كتيره في الجسم الفات سيلز ديت مم. بتزود افرازات هرمون الاستروجين من الفات سيلز <متحدث> مع الاوبزيتي وده بيخلي الاستروجين في الجسم حتى بعد المينيباز حتى لو مفيش دوره وكلام زي كده موجود لكن موجود <متحدث> وده بيسبب عامل مساعد عامل مساعد للاصابه بسرطان الثدي وزي ما قلنا قبل كده بدايه الدوره بدري في العمر قبل سن ال 12 برده ده عامل وتاخير سن العمل او انقطاع الدوره لاولدر ايج بعد ال 52 ده برضو عامل برضو بيقولوا لو اول طفل ليكي جه بعد ان اولدر ايج يعني بعد سن ال 35 ده برضو عامل يعني لو حد ما جابش اولاد وجاب اولاد متاخر بعد 35 في ولو حد ما جابش اولاد خالص ده ريسك فاكتور ده عامل مساعد عرضه لاني دي. الحمل بيقلل احتمالات yeah. الحمل وال والرضاعة. والرضاعه بتقلل احتمالات mm -hmm. سرطان الثدي برضو درينكينج الكحول الكحول مجددا والسيجرت سموكينج السجاير <applause> والمشروبات yeah. بالظبط mm -hmm. اه فدي كلها عوامل بتؤدي او بتشجع على حدوث سرطان الثدي آه. في طبعا ستيجز مختلفة للسرطان الثدي لو هو أقل من 2 سنتيمتر ده اللي هو ستيج 1 لو أكتر من 2 سم وطبعا ده ممكن يستأصل ممكن يستقصل بس المرأة تعيش حياة طبيعية خالص لا. من غير أي مضاعفات ولا مشاكل في المستقبل وبدون استئصال الثدي ككل بالظبط وبدون استئصال الثدي دلوقتي ما بيستأصلوش تقريبا الثدي ككل غير في حالات, في حالات اللي هم المرية. عندهم الجينات بتاعت البراكا دي او البريست كانسر 1 اند 2 لو دي موجوده فبيحاولوا بس... اه او يعني حمايه بالظبط بيستأصلوا الثدي ككل mm. بالظبط الستيج 2 اللي هو بين 2 سم و5 سم ده ال الستيج 2 او ال بيسموه ايه بالعربي؟ ستيج 2 يا ستيج 2 يا ستيج 3 اللي هو اكثر من 5 سم وبيكون وصل كمان للليمف نودز طبعا للغدد الليمفاويه يا ستيج 4 دوت لما بيوصل في حتت بعيده عن الثدي yeah. بيقولوا دايما بيقولوا السرفايفل فايف يير سرفايفل او احتمالات mm -hmm. ان المراه تعيش خمس سنين او اكثر بيبقى تقريبا 90% في ستيج 2 اللي هي قلناها yeah. باثنين بين 2 و5 سم وفي ناحيه واحده و, وممكن تكون واصله للنفلوت في نفس الناحيه برضه مش مشكله ممكن مسيطره مشكل. عليه ممكن دلوقتي يعيشوا 90 في المية احتمال انهم يعيشوا خمس سنين او اكتر فإتس فيري جود يعني ريزالت uh, إيه لما يكون ستيج 3 لما يكون وصل اكتر من 5 سم احتمال ان المرأة دي تعيش خمس سنين او اكتر بيبقى 75% بيقل 72% كمان mm -hmm. لو ستيج 4 لو وصل في حتة تاني 22% احتمال ان المرأة دي تعيش خمس سنين او اكتر mm -hmm. آه ايه اللي نعمله علشان نقلل احتمالات البريست كانسر نعم دونت سموك ما تشربش سجاير ما تشربيش سجاير ما تشربيش الكحولات خالص حاولي افويد ت... يعني 100% كنترول الويت الاوبيزيتي يعني لازم نخس في الوزن ونعمل تمرينات رياضيه, وناكل هيلثي بي فيزيكالي اكتيف وبريست فيد لفترات اطول ارضعي البيبي بتاعك الرضاعة. الرضاعه لفترات اطول دي هتساعد برضو حاولي ما تاخديش اي هرمونات هرمون ريبليسمنت ثيرابي زي الاستروجين <applause> مهمه قوي افضل ان احنا التقليل من تعاطي اي يعني. هرمونات ناخدها في اضيق الحدود يعني ما نكونش في افراط في تعاطي بعض الهرمونات اللي هي بتعرضنا للاصابه باي نوع من انواع السرطانات و... ونحاول يعني نتجنب التعرض لاي أشعات او كيميكلز <applause> حتى <تصفيق> ساعات في اماكن الاشغال بيبقى في اشعاعات واكسبوجر تعرض لحاجات نحاول ان اه، فيه احنا في كمان <applause> إحنا عارفين إن أكتوبر ده إز بريست كانسر أويرنس مانث يعني التوعية التوعية بسرطانات الصدر يعني بيعملوا إحتفالات كل أكتوبر عشان يوعوا الناس عن سرطانات الصدر فأنا مبسوطة إن إحنا إتكلمنا عن سرطانات الصدر وزي ما قلنا الفايف يير سرفايفل ده ريت اللي إحنا قلنا 90% من ستيج 2 دوت يقدروا يعيشوا خمس سنين دي كانت زمان 75% في سنة 1970 دلوقتي إيه السبب إن في تحسين لأن يعني. بينا نعمل الماموجرام والإيرلي ديتكشن أو بنقدر نلاقي أو نشخص بدري التشخيص المبكر التشخيص المبكر, المبكر بالظبط وكمان سمعنا ان في نيو بلاد تيست ابتدوا يعملوه في لندن او بيبتكروه في لندن ده هيبقى هيسهل علينا حاجات كتير قوي ده لسه ما نزلش لكن ده بلاد تيست للناس يبين اذا في غير البريست كانسر 1 اند 2 الباركا البراكا هي فدوت لسه هينزل لكن في لينك او في علاقه بين البريست كانسر والاوفيريان كانسر الناس اللي بيجي لهم اوفيريان كانسر بيصابوا احتمال احتمال الاوفيريان كانسر بيبقى كذا ضعف يبقى كذا ضعف من الواحد العادي يعني وخصوصا الناس اللي هم عندهم البي ار سي اي 1 و 2 دوت موجود وبوزيتيف في الدم شكرا جدا ممكن جدا, لما جداً ممكن في بس على الدقيقه اه اتفضلي well, انا عاوزه اقول لكل لك مراه تتشجع ودي حاله طبيعيه التغيرات الهرمونيه وكل بس انا كان نفسي اقول للرجاله كمان لو في حد بيشاهدنا خلي بالك المراه بتعاني كتير انا اعتقد اكثر من الرجل اثناء حياتها وبتتعرض لمشاكل صحيه كتير مش في ارادتها ولا بايديها بتخليها نفسيا وجسميا اب اند داون اول ذا تايم زي اللي داخل رورال كوستر في كل مراحل الحياه لكن احنا عارفين أني زي ما قلنا في الاول أني مولود المراه قليل الايام وشبعان تعب دي بتجري على المراه وعلى الرجل واحنا عارفين ان ايامنا محدوده فربنا يساعدنا عشان نحسبها صح وعلشان نوجه اهتمامنا اثناء الحياه دي للامور الروحيه وربنا يدينا حكمه بيقول احصاء ايامنا عرفنا فنقطه قلب حكمه ربنا يدينا حكمه عشان نعرف ان ايامنا محدوده وربنا يدي كل مراه تكون امراه فاضله لا تاكل خبز الكسل وتتاجر وتكون تجارتها جيدة وسراجها لا ينطفئ وده ساعتها أن هي تمنع الكانسر وكل الأمراض أمين اللي تيجي دكتورة بسبب إسكاروس yeah. سعدنا جدا بوجودك معانا شكرا جدا من, خالص. من اجل كل دقيقه قررتي تديها لنا ان الرب يستخدمك في كل مكان تجدي فيه احبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل